بسم الله الرحمن الرحيم. بنبدا محاضره جديده في الفسيولوجي بعنوان حاجه اسمها فسيولوجي اوف بلاد بارت 2. فسيولوجي اوف بلاد بارت 2 زي ما احنا متعودين مع بعض بنبدا بانترودكتوري كيس، حاله من خلالها بدخل للموضوع، ابص على الصوره والصوره بألف كلمه واضح ان في شخص كبير في السن اهوت واضح عليه الارهاق. الحاله بتقول ايه؟ 77 يير اولد بيشنت، واحد مريض عنده 77 سنة، ماله؟ بيشتكي من ايه؟ بالور اند ايزي فاتيجابيليتي، وشه باهت وجسمه باهت وبيتعب من اقل مجهود. عنده ليفر ديزيز، الكبد تعبان، عنده مشاكل في الكبد. وجدوا ان في عنده نقص في الار بي سيز فورميشن، تكوين كريات الدم الحمراء قليل. الحاله شخصت ان دي في انيميا، فقر دم، نتيجه ايه؟ نتيجه الليفر ديزيز. انا عايز افهم بقى النهارده ايه يعني ايه ار بي سيز فورميشن، يعني ايه انيميا، وايه علاقه الليفر بالار بي سيز فورميشن والانيميا. دي اهداف من الاهداف المطلوبه لنا النهارده. من الحاله بدخل على الليرنينج اوبجكتيفز، ايه الاهداف بتاعتي. اول هدف بيقول لي اكسبلين فاكتورز افكتنج اريثروبويس، اشرح العوامل اللي بتاثر لي على كلمه اريثروبويس. زي ما هنعرف كمان شويه جاي من مقطعين، اريثرو يعني ريد بلاد كورباسل، خلايا دم حمراء، بوليسز يعني سينسز تصنيع. يبقى هي العوامل اللي بتاثر على تصنيع كريات الدم الحمراء. ثم ليست تايبس اند فانكشنز اوف وايت بلاد سيلز، ايه انواع ووظائف خلايا الدم البيضاء. ثم انيوميريت فانكشنز اوف بليتلتس، عد لي الوظائف بتاع الصفائح الدمويه. ثم ديفاين بيربرا and list its causes، يعني ايه كلمة بيربراد اللي هنفهمها النهاردة في المحاضرة، وعدي لي اسبابها. ماشي. clarify erythroblastosis fetalis، اشرح حاجة اسمها erythroblastosis fetalis، هنفهمها يعني ايه اثناء المحاضرة. ثم اخيرا explain blood transfusion، موضوع نقل الدم ده غاية في الاهمية، محتاج اعرف في ايه الindications البريكوشنز الكومبليكيشنز والبلاد اللي ستورد في بنك الدم ده، في تغيرات بتحصل فيه ولا لا. الدم المخزن في بنك الدم يعني واحد بيروح بيتبرع بدم مثلا، الدم بتاعه بيفحص ولو سليم بيتخزن في بنك الدم وقت الحاجه بنستخدمه. الدم اللي ستورد في بنك الدم بيحصل فيه تغيرات، هنشوف. يبقى دي الاهداف الرئيسيه ليا النهارده. نبدا في اول حاجه عندي في محاضره النهارده، الريد بلاد كورباسلز او بيتقال عليها الاريثروسايتس، خلايا الدم الحمراء او كريات الدم الحمراء، او بقول عليها اريثرو سايز، جايه من مقطعين، اريثرو يعني ريد بلاد سيل او ريد، سايت يعني خلايا، يبقى اريثرو سايتس معناها خلايا الدم الحمراء. طيب الريد بلاد كورباسل او الار بي سيز او الاريثرو سايتس محتاج اعرف فيها ايه؟ محتاج اعرف في النورمال كاونت العدد الطبيعي ايه؟ اللايف سبان عمرها الافتراضي قد ايه؟ الاستراكشر بتاعها تركيبتها عباره عن ايه؟ الفيت بتاعها بتنتهي ازاي؟ هل بتدمم خلاده مدى الحياه؟ الفانكشن بتاعت الريد بلاد كورباسل ايه؟ طيب ايه الفورميشن بتاعها، بتتكون فين، وايه العوامل المأثره عليه اللي بتأثر عليه؟ إيه اسمها الار بي سيز فورميشن، او قال عليها اريثروبويسس، تصنيع كريات الدم الحمراء. ثم اعرف لو زادت الار بي سيز بقول عليها ايه، ولو قلت بقول عليها ايه، اللي بقول عليها الديسوردرز، المشاكل اللي بتحصل مع الريد بلاد كورباسل. هبدا باول حاجه عندي النورمال كاونت. هل الميل زي الفيميل، الراجل زي الست في عدد كريات الدم الحمراء؟ طبعا لا، وكمان شويه نفهم ليه. الميل الارقام تتحفظ زي اسامينا، بتلاقيها تقريبا في الميل من 5.5 ل 6.5 مليون لكل مليمتر ايه؟ مكعب. في الفيميل بتبقى اقل، تقريبا من 4.5 ل 5.5 مليون لكل مليمتر مكعب. السبب ايه؟ لان ايه اللي بيفرق الميل عن الفيميل؟ السكس هرمون. الميل عنده اندروجينز اللي هم الميل سكس هرمون، ودول بيزودوا لي الاريثروبويس. تاني حاجه، الفيميل بيبقى كل شهر بتفقد شويه بلاد، المنسس الدوره الشهريه بتاعتها بتفقد شويه بلاد، فقدان الدم ده بيعمل ريلاتيف انيميا عندها، يعني بيخليها بالنسبه للميل يبقى الار بي سيز عندها قليله شويه. طيب اللايف سبان، العمر الافتراضي للار بي سيز قد ايه؟ يتحفظ زي اسمه 120 يوم، تقريبا 4 شهور. طيب
والاربسيس بتتكون من ايه؟ لما ابص على الاربسيس كده اهي عبارة عن ايه؟ بايكونكيف ديسك شيب استراكشر. لو انا خدت مقطع فيها كده هتلاقي لها بايكونكافيتي، جزء مقعر اهو اهو، ادا كونكافيتي فوق وكونكافيتي تحت، عشان كده بقول عليها بايكونكيف وبلاقيها ديسك شيب زي الديسك كده، اكنه زي ايه؟ زي الاسطوانه كده، زي الديسك المدور ده اهو، زي القرص كده. الجزء اللي جوه ده هو بتلاقيه رفيع، ومن اللي جنب تخيلها بالشكل ده لما تيجي تاخد كروس سيكشن فيها هتبان انها بايكونكيف ديسك شيب كده. زي اي سيل بتبقى لها سيل ممبرين ولها سيتوبلازم في كونتنت. فالاربسيس سراوندد باي بلاستيك سيمي بيرمبل ممبرين، اللي بقول عليها السيل ممبرين اللي هو الايه؟ الغشاء الخلوي. سيمي بيرمبل يعني عدى حاجات وما يعديش حاجات، بلاستيك يعني بتغير في شكلها وهي ماشيه، زي البلاستيك كده لما تكون كيس بلاستيك ولا حاجه تلاقيه بيتشكل، تقدر تطبقه تتنيه تفرده. فالاربسيس سراوندد باي بلاستيك سيمي بيرمبل ممبرين وشكلها بايكونكيف شيب، والبايكون كافيتي ده هي بتديني لارج سيرفيس اريا تو هيل بجاز اكستشينج، وتسهل الفلكسبيليتي بتاعتها. فلكسبيليتي يعني سهل انها تتنى وتدخل جوه الكابيلاريز. يبقى الشيب بتاع ما بايكونكيف ديسك شيب دي غير ما تكون ايه؟ سفيريكال. يعني لو هي كوره سفيريكال السيرفيس اريا بتاعتها تبقى صغيره، لكن لما تبقى بايكونكيف بالشكل ده كده يبقى السيرفيس اريا كبيره. طب هل الماتيور ار بي سيز بتبقى نيوكليتد؟ لا، بتبقى نون نيوكليتد ستراكشر. طب الار بي سيز بتحتوي على ايه؟ محتوياتها ايه؟ ايه هي الكونتنت بتاع الار بي سيز؟ 60% من محتواها بلاقيه ايه؟ ووتر، وجعلنا من الماء كل شيء حي. 34% من الكونتنت بتاع، مهمه جدا الارقام تتحفظ، هيموجلوبين، وهنفهم يعني ايه حالا هيموجلوبين. وبلاقي جوه الار بي سيز في انزيمز زي الكربونيك انهيدريز، مهم جدا في يساعدني في ان الار بي سيز تشيل مين؟ الكربون دايوكسيد، ثاني اكسيد الكربون. طيب بلاقي الار بي سيز بتحتوي على ايه تاني؟ بتحتوي على الكترولايت زي البوتاسيوم، زي مين؟ كاتيون انتراسيلولاري، وبتحتوي على المغنيسيوم. يبقى الار بي سيز سراوندد بلاستيك باي بلاستيك سيمي بيرمبل ممبرين، وبلاقيها بايكونكيف ديسك شيب بيديني لارج سيرفيس اريا، بيسهل الفلكسبيليتي بتاعتها، سهله التانية وتدخل جوه الكابيلاريز الشعاعات الدمويه. وبلاقيها نون نيوكليتد ستراكشر تحتوي على ووتر هيموجلوبين انزيمز اند الكترولايز. طب الهيموجلوبين اللي انا بقول عليه 34% من محتوى الار بي سيز هو هيموجلوبين، ايه هو الهيموجلوبين؟ وليه الدم بتاعنا لونه احمر؟ الدم بتاعنا لونه احمر نتيجه وجود الهيموجلوبين جوه الار بي سيز. ليه؟ لان هذا الهيموجلوبين عباره عن ريد بيجمنت، صبغه حمراء ان ار بي سيز ويتش جيفز ذا بلاد اتس ايه؟ ريد كلر، يعني اللي بيديني اللون الاحمر ده الهيموجلوبين. طب هذا الهيموجلوبين بيتكون من ايه؟ من مقطعين، هيم وجلوبين. الجلوبين بلاقي بيتكون من فور بوليبيبتيديد شينز، اربع سلاسل بيبتيديه، اتنين الفا واتنين بيتا. والهيم بارت بيتكون من اير، بيحتوي على ايرن، و الصبغه اللي هتكون بعد كده اللي هي اللي هتبقى ايه؟ اللي هتتكسر وتديني البيليروبيك. المهم انه بيحتوي على الايرن، والايرن بيبقى في الفيرس فورم ثنائي التكافؤ اللي هو حديدوز، ده اللي بيمسك في الاكسجين ويشيله. يبقى لما ابص على الصوره والصوره ب 1000 كلمه هتلاقي ادي الار بي سيز بايكونكيف ديسك شيب تحتوي على هيموجلوبين بيتكون من فور بوليبيبتيد تشينز، اثنين الفا واثنين بيتا تشينز، وبلاقي فيه الهيم بارت بيحتوي على ايرن ان ذا فيرس ايه؟ فورم اللي انا بقول عليه ثنائي التكافؤ. طيب الهيموجلوبين كونتنت بقى، كميه الهيموجلوبين في جسمنا، هل في الرجال زي الستات؟ لا طبعا، في الميل بتبقى اعلى لنفس الاسباب اللي انا قلتها في الايه؟ في الار بي سيز كاونت. في الميل الارقام تتحفظ زي اسمك، بلاقيها من 13 ل 17 جرام لكل ديسي لتر. وما اقولش 13 ل 17 جرام واسكت، يبقى غلط، لازم اقول التمييز كامل. لان لما اقول الجسم كله بيحتوي على 13 17 جرام بس يبقى غلط،
لكن كل ديسي لتر في 13 ل 17 جرام، لا ده تفرق كتير. طب الفينيل بلاقيها من 12 ل 15 جرام بر ديسي لتر. يعني بالتالي لو انا جبت ميل وفينيل راجل وست والاثنين نفس العمر، هاتوقع ان الفيميل هلاقي الار بي سيز عندها والهيموجلوبين كونتنت عندها اقل من الميل اللي انا بقول عليها فيه سام سورت اوف ريلاتيف ايه؟ ريلاتيف انيميا. هنفهم يعني ايه انيميا حاجه. طيب الهيموجلوبين مهم في ايه؟ ايه وظائف الهيموجلوبين؟ الهيموجلوبين بيشيل الاكسجين از اوكسي هيموجلوبين. وانهي جزء في الهيموجلوبين اللي بيشيل الاكسجين؟ الفيروس بارت اوف الهيموجلوبين. وبيشيل الكربون دايكسايد اس كربامينو هيموجلوبين. مين انهي جزء في الهيموجلوبين بيشيل الكربون دايكسايد؟ اللي هو الجلوبين بارت. يبقى الهيم بارت الفيروس اللي فيه بيشيل اكسجين، والجلوبين بارت هو اللي بيشيل الكربون دايكسايد. ما ينفعش الكربون دايكسايد والاكسجين يتشالوا بالهيموجلوبين في نفس اللحظه. الهيموجلوبين يا يشيل اكسجين يا يشيل ثاني اكسيد الكربون. ملحوظه عشان لو سالت ام اس كيو، قال لك كل جرام من الهيموجلوبين كان كاري تقريبا 1.33 من 100 ملي اكسجين. كل جرام هيموجلوبين يقدر يشيل لي كام ملي اكسجين؟ 1.33 من 100 ملي. والايرن اللي موجود في الهيموجلوبين بيدنوا في صوره ايه؟ فيروس فورم اللي هو الحديدوز ثنائي التكافؤ. يبقى اول وظيفه للهيموجلوبين كارج اوف اوكسجين اند كربون دايكسايد. تاني وظيفه اكت از سترونج بافر سيستم. لما اجي اقول لك البي اتش اوف ذا بلاد، واحنا بنتكلم في المحاضره اللي فاتت كنا بنقول انها من 7.35 ل 7.45 متوسط 7.4. يعني في هوميوستيزس للبي اتش بتاعت الدم، في ثبات للبي اتش بتاعت الدم. مين اللي حافظ عليها؟ البافرنج فانكشن اوف ميني فاكتورز من النورمال هيموجلوبين. كلمة بفر يعني يحافظ على حاجة ثابتة، يحافظ على البي اتش ثابت. يبقى الهيموجلوبين اكت از سترونج بفر سيستم تو مينتين بلاد بي اتش ايه كونستنت. يبقى انا كده اتكلمت في الار بي سيز ستراكشر، واتكلمت من ضمن الاستراكشر اتكلمت على الايه؟ الهيموجلوبين، وعرفت فايدته ايه والاستراكشر بتاعه ايه والنورمال كونتنت بتاعه ايه. طب الار بي سيز انا اتكلمت عن نورمال كاونت واللايف سبان والاستراكشر الفيت بتاعها. هل الار بي سيز بتدناها لما لا نهايه؟ دايما بقول موت البشر نعمه من عند ربنا، ودفنهم وتحلل اجسادهم نعمه من عند ربنا. لان خدها قاعده، لو دامت لغيرك ما كانتش وصلت لك. لو من لدن ادم لحد دلوقتي الناس ما بتموتش، كانت الارض هتسعنا، كانت الحياه هتسعنا. لو كل الناس اللي بتعيش وبتموت جسمها ما بيتحللش، هل الارض كانت هتبقى صالحه للمعيشه؟ لا. فنفس الكلام الار بي سيز، الار بي سيز بتبقى صغيره تكبر تبقى ادلت، بعد كده بتتعجز بتكبر في السن مش عايزه تأدي الوظيفه، هتبدا تتكسر لازم اتخلص منها علشان تيجي اجيال جديده تقوم بنفس الدور. فالبقاء والدوام لله. فالار بي سيز اما تبقى سنايل يعني اولد ايج وخلاص وايه وهتتكسر، مين اللي هيكسرها؟ بتروح للايه؟ للاسبلين الطحال، ويحصل لها تكسير فيها. ونتيجه التكسير كاند برودكت بيتكون البيليروبين اللي هو الصبغه، اللي هي ايه؟ اللي لو زادت تعمل الصفرة اللي هي الجوندس. ابص على الصوره اللي قدامي دي والصوره ب 1000 كلمه، او السلايد اللي قدامي دي والسلايد ب 1000 كلمه. الاقي ادي الاولد ار بي سيز بيحصل لها ديستراكشن في الليفر والاسبلين. فلما تبقى ديسترويد الهيموجلوبين هيحصل ريليز، ما هو الار بي سيز حبسه الهيموجلوبين جواه. اما تتكسر الار بي سيز الهيموجلوبين هيخرج ويتكسر لمكوناته اللي هو الجلوبين والهيم. ثم الهيم يتكسر لمكوناته اللي هو الايرن والبايل بيجمنت الصبغه او الصفرة اللي هي الصبغه بتاعت الايه؟ العصاره المراريه اللي هي البيلاروبين اللي تدخل في الدم، اللي لو زادت بيحصل جوندس اللي هي الصفرة. يبقى ده اسمه الفيت بتاع مين؟ النهايه. كلمه فيت يعني نهايتها ايه؟ طب ايه هي الفانكشن بتاعت الار بي سيز؟ هي نفس الفانكشن بتاعت الهيموجلوبين. ليه؟ لانها بتحتوي على الهيموجلوبين. فهلاقي الفانكشن بتاعتها ايه؟ ترانسبورت اوف ريسبيراتوري جاز، بتشيل الاكسجين تو ذا تيشو، وبتشيل الكربون دايكسايد تو ذا لانج. يعني بلاقي ان الار بي سيز
تقوم عند اللنج كده تقوم واخده الاكسجين شايله ورايحه بيه للتشو للانسجه، ويتسلم الاكسجين للتشو. التشو كان استهلك الاكسجين وطلع ثاني اكسيد الكربون يديه للار بي سيز، يقوم الار بي سيز شايلاه ومودياه ناحيه اللنج عشان تخلصنا منه. تاني وظيفه الار بي سيز بتحتوي على الهيموجلوبين، والهيموجلوبين له بافر اكشن، يبقى هي نفس الوظيفه، يبقى الفانكشن بتاعت الريد بلاد كورباس الاثنين اللي انا قلتهم هم نفسهم بتاع مين؟ الريد بتاع الهيموجلوبين كونتنت. طب لما اجي اتكلم على الفورميشن اوف ار بي سيز او بقول عليها اريثروبويسيس، كلمه اريثروبويسيس بتتكون من مقطعين مهمه جدا. اريثرو يعني انا بتكلم في ريد بلاد سيلز، بويسيس يعني سينسيس، يبقى يعني ايه اريثروبويسيس؟ معناها فورميشن او سينسيس اوف نيو ريد بلاد كورباس، ان انا صنع ريد بلاد كورباس الجديده. طيب هذه الريد بلاد كورباس الفورميشن او الاريثروبويسيس ايه الاماكن حدوثها؟ بتختلف لو هو جنين في بطن امه، او طفل لسه صغير عنده سنتين ثلاثه اربعه خمسه، او ادلت عنده 20 25 30 سنه مثلا، تفرق. في الفيتس العيل هو جنين في بطن امه الار بي سيز بتتكون فين؟ في الليفر والسبلي، في الكبد والطحال. طيب في التشايلد عيل عنده سنه 2 3 بيتكون فين؟ في البون مارو اللي هو ايه؟ النخاع العظمي. اوف اول بونز اللي هو الفلات واللونج بون، فلات بون يعني زي ايه؟ زي الاسترنم عظمه القص بتاع الصدر دي، واللونج بون زي مثلا الفيمر والتيبيا اللي هي اللونج بون اللي هي لها شافت ولها تو انس. طيب في الادلت هتبقى في البون مارو وفلات بونز زي الاسترنم اللي هي عظمه القص، البلفيك بون عظام الحوض، والريبس اللي هي الضلوع. وفي الاند اوف لونج بون، يعني مش في كل اللونج بون، لا التشايلد كان بيبقى في اللونج بون كلها، لا هنا بيبقى في الاند اوف لونج بون. بتفكرني بايه؟ فراخ الوزاره والفراخ البلدي. الفراخ الوزاره اللي هي البيضه يعني عمرها تقريبا في حدود 30 40 يوم، صغيره خالص، ليه تاكلها؟ تلاقي تكسر العظمات بتاعتها، تلاقي ايه؟ القلب العظميه نفسه احمر اكنه في دم، لسه صغيره في السن، فتلاقي كل العظميه بتاعتها بتطلع ار بي سيز. الفراخ البلدي بقى دي عمرها طويل، ده انت ممكن تلاقي عندها ست شهور سنه او اكتر، فالعظم بتاعها بقى كانها زي ايه؟ بشبهها بالادلت بقى، تيجي تكسر العظميه هتلاقي ايه؟ وسط العظميه ما فيش فيه بلاد، تحس اكنهم دهنا، لكن الاحراف بتاع العظميه تلاقي فيها حتت بلاد كده اللي هو البون مارو. وبالتالي في التشايلد البون مارو اوف اول بونز سواء فلات او لونج بون كله، لكن في الادلت بلاقي الفلات بون والاند اوف لونج بونز. طب ايه هي الفاكتورز افكتنج اريثروبويسيس؟ غايه في الاهميه، من الاسئله المهمه جدا، ايه العوامل اللي بتاثر في تكوين كريات الدم الحمراء؟ ليه؟ لان العوامل دي هتاثر، الشخص ده طبيعي والار بي سي بتاعته طبيعيه، ولا عنده انيميا، ولا عنده بوليسايسيميا. بوليسايسيميا يعني زياده في كريات الدم الحمراء. الفاكتورز تشمل ايه؟ اكسجين سبلاي تو ذا تيشو، كميه الاكسجين اللي بتغذي التيشو. الهيلثي ليفر والهيلثي كدني والهيلثي بون مارو، هنفهم فائده كل واحد فيهم، ان يكون الكبد والكليه والبون مارو اللي هو الايه؟ اللي هو النخاع العظمي سليم. والهرمونات بتاثر؟ في الدايت الاكل بتاعنا؟ طيب ابدا واحده واحده. اول فاكتور نقص الاكسجين سبلاي تو ذا تيشو اللي انا بقول عليه هايبوكسيا، بيزود الار بي سيز فورميشن، وبيعتبروا ذا مين فاكتور ذات كنترول اريثروبويس، وبيتم عن طريق انه بيزود السكريشن بتاع هرمون اسمه اريثروبويتين. طب ايه اللي يزود الهايبوكسيا او يسبب الهايبوكسيا؟ ايه اللي يقلل الاكسجين سبلاي تو ذا تيشو؟ ايه اللي يخلي الاكسجين اللي رايح للانسجه قليل؟ قال لك في اسباب فيسيولوجيه واسباب مرضيه، في فيسيولوجيكال كوزز وباثولوجيكال كوزز. فيسيولوجيكال كوزز زي ايه؟ حاجات فيسيولوجيه زي ايه؟ نقص الاكسجين تنشن از ان هاي التيتيود، واحد عايش فوق قمه جبل، كل ما بعلى فوق الاكسجين في الهواء بيقل، يبقى هيبقى الاكسجين تنشن في الجو قليل، وبالتالي الواحد هيستنشق هواء فيه اكسجين قليل فيبقى عنده هايبوكس. او زياده الاكسجين ديماند از ان اثليتس، ان انا محتاج اكسجين زياده زي الشخص الرياضي. الشخص الرياضي
فيري اكتف، العضلات بتاعته فيري اكتف فمحتاجه اكسجين كتير. يبقى الاكسجين في الجو كويس ولكن هو محتاج اكتر، يبقى دي فيسيولوجيكال كوزس اوف اي بوكس. طب باثولوجيكال، اسباب مرضيه زي ايه؟ زي الهيمورج، واحد بينزف، واحد خد مطوه عمل حادثه بينزف لوس اوف بلاد هيمورج، او في حالات الهارت فيلير، او في حالات اللنج ديزيز. يبقى الباثولوجيكال كوزس اوف هايبوكسيا تشمل ايه؟ ممكن يكون هيمورج، ممكن يكون هارت فيلير، ممكن يكون اللنج ديزيز. اللنج ديزيز معناها ايه؟ اللنج ديزيز يعني معناها اللنج ده الجهاز اللي هيحصل عنده جاز اكستشينج، فما فيش جاز اكستشينج كويس، يبقى معناه الاكسجين اللي خارج من اللنج هيبقى مش كويس، مش كتير، هيبقى فيه هايبوكسيا. طيب لما ابص على الصوره اللي في ريحي دي، دايما بقول الصوره اللي قدامي دي او اي صوره بتبقى ايه؟ ب1000 كلمه، الصوره ب1000 كلمه. انا خلي بالك انا عندي دلوقتي لو بفرض ان اي سبب من دول سواء فيسيولوجيكال كوز او باثولوجيكال كوزز ادت ان في هايبوكسيا ناقص الاكسجين سبلاي، فيبقى في لو اكسجين ات تشو ليفل، فالهايبوكسيا دي هتستثير الكبد وهتستثير الكدني عشان تطلع لي هرمون اسمه الاريثروبويتين. هذا الاريثروبويتين هرمون هيدخل في الدم ويمشي في الدم لحد ما يوصل لمين؟ للريد بون مارو اللي هو اللي هيصنع لي الريد بلاد كورباس، فهيزود الار بي سيز فورميشن. فلما يزيد الار بي سيز فورميشن هتشيل اكسجين بكفاءه، فالهايبوكسيا ما عادش فيها هايبوكسيا، فبالتالي ما عادش هيطلع الاريثروبويتين. يعني الاريثروبويتين ده بيطلع نتيجه الاكسبوجر تو هايبوكسيا وبيزود الار بي سيز فورميشن. يبقى اما اجي اتكلم على الاريثروبويتين، هو عباره عن جيلايكو بروتين النيتشر سيكريتد فروم ذا ليفر اند كيدني، بس مينلي من الكيدني بنسبه 85%، خلي بالك الارقام بتتحفظ. اند تو ليس اكستنت من الليفر بنسبه 15%. انا يعني قلت لك الاريثروبويتين بيطلع مينلي منين؟ تبقى من الكيدني. طب ايه العوامل اللي تزود الاريثروبويتين وبالتالي تزود الار بي سيز فورميشن وبالتالي تعمل حاجه اسمها بولي سايسيميا؟ كلمه بولي يعني كتير، سايسيميا الار بي سيز كتيره، هنتكلم عنها حالا. العوامل دي زي ايه؟ ايه اللي بيزود الاريثروبويتين؟ الهايبوكسيا، ركز عشان بتصير ام اس كيو او ترو اور فولس. الهايبوكسيا ناقص الاكسجين سبلاي ات تشو ليفل. الكوبالت مهم جدا في الاريثروبويس. الاندروجينز اللي هم الميل سكس هرمونز هتزود الاريثروبويتين وبالتالي الميل بلاقي عنده ار بي سيز اكتر من الفيميل. بعض البروستاجلاندينز والسمباثاتيك ستيميليشن، جهاز السمباثاتيك النشاط هيزيد، التوتر يزيد، ممكن يبقى فيه هايبوكس، ممكن يبقى فيه استثاره للاريثروبويتين فورميشن وبالتالي يزود الاريثروبويس. طب ايه الفانكشن بتاع الاريثروبويتين؟ مهم في الديفلوبمنت اوف ستيم سيلز اللي هي الخلايا الجذعيه. دي بتبقى خلايا اماتيور لسه ما ايه ما توصفتش هتبقى وايت بلاد سيل ولا ريد بلاد سيل ولا ايه، فبتبقى تتحول لماتيور ريد بلاد سيلز. وقال لك ان الستيم سيلز هاف سبيسيفيك ريسبتورز، مستقبلات مخصوصه للاريثروبويتين، يعني الاريثروبويتين له مستقبلات على الستيم سيل بتستثير هذه الستيم سيل علشان تكون الار بي سيز فورميشن. الخلاصه ان الاريثروبويتين جلايكو بروتين هرمون النيتشر secreted mainly by the kidney and it is excreted by the liver, increased by hypoxia, cobalt, androgen, prostaglandin and sympathetic stimulation, and it increases RBCs formation عن طريق انها بتساعد في development of stem cells into mature red blood corpuscles. طيب انا اتكلمت كده في اول حاجه بتاثر في الاريثروبويسس اللي هي ايه؟ النقص الاكسجين سبلاي از تيشو او بقول عليها الهايبوكسيا. طب احنا محتاجين علشان الاريثروبويسس هيلثي ليفر وهيلثي كيدني هيلثي بون مارو. طب البون مارو معروف لان ده المصنع، ده السايت اوف فورميشن اوف ار بي سيز، فالهيلثي بون مارو مهم في الفورميشن اوف ار بي سيز، ماشي. طب الهيلثي كيدني، الكيدني مهم جدا علشان بتكون لي ايه؟ 85% من الارثوبيتين بتكون بالكيدني، مش كده وبس، ده الكيدني بتخلصني من السموم اللي لو حصل اكيوميليشن للتوكسنز هتعمل انهبيشن للبون مارو فما يكونش ار بي سيز. طب الليفر دوره ايه؟
ايه اهميه الليفر في الاريثروبويز؟ علشان ده الكلام ده له علاقه بالحاله بتاعتنا، الحاله بتاعتنا قلت ان عندها انيميا نقص في الار بي سيز فورميشن نتيجه ليفر ديزيز، يبقى بالتالي الليفر مهم جدا في تكوين الار بي سي. طب مهم ليه؟ ده الليفر هو اللي بيكون لي الجلوبين بارت اوف هيموجلوبين، مش انا بقول الار بي سيز بتحتوي على الهيموجلوبين اللي بيمثل 34% من محتوى الار بي سيز. طب هذا الهيموجلوبين بيتكون من مقطعين، من جزئين، هيم وجلوبين. الجلوبين ده بيتكون فين؟ في الليفر، مش كده وبس. ده الليفر بيصنع له 15% من الاريثروبيتين هرمون اللي بيزود الار بي سيز فورميشن. ده الليفر بيخزن لي حاجات مهمه جدا في الاريثروبيسيس زي الايرن والفيتامين بي 12. ده الليفر ديورنج فيتال لايف، العيل وهو جنين في بطن امه بيحصل ايه؟ او ديورنج انترا يوتراين لايف، العيل وهو جنين في بطن امه هو السايت اوف فورميشن اوف ار بي سيز، يعني بيكون الار بي سيز ديورنج انترا يوتراين لايف. يبقى لازم ابقى عارف ايه الدور بتاع الليفر في الاريثروبيسيس. طيب انا قلت كده الهايبوكسيا دورها ايه، الهيلث ليفر والكيدني والبون مارو دورهم ايه. طب الهرمونز، قال لك في سبيسيفيك هرمونز مهمه جدا في الاريثروبويسيس، وانا اتكلمت على الاريثروبويتين ده سبيسيفيك. النون سبيسيفيك ان في هرمونات تانية بتاثر زي الثايرويد هرمون، زي الاندروجين، زي الكورتيزول، دول بيزودوا لي ايه؟ الاريثروبويسيس. طب الدايت، الاكل بقى بتاعنا، قال لك اول حاجه بروتينز اوف هاي بيولوجيكال فاليو اللي هي بتحتوي على اسينشال امينو اسيد، دي مهمه جدا في الاريثروبويز. يبقى لما يجي يقول لك يعني ايه بروتين اوف هاي بيولوجيكال فاليو، هاي بيولوجيكال فاليو يعني بيحتوي على اسينشال امينو اسيد. طب يعني ايه اسينشال امينو اسيد؟ يعني امينو اسيد ما بتتصنعش جوه جسمي، محتاج اخدها من بره. طيب ايه كمان؟ قال لك بعض الميتالز، المعادن زي الايرن والكوبالت مهم علشان الاريثروبويس. ثم بعض الفيتامينز واهمهم الفيتامين بي 12 والفوليك اسيد وفيتامين سي. ناخد كلمتين عن مين؟ عن الفيتامين بي 12. لازم ابقى عارف اسم الفيتامين بي 12 واسامي الدلع بتاعته، الاسامي الثانيه بتاعته. الفيتامين بي 12 ممكن اقول عليه سيانوكوبالامين، ممكن اقول عليه اكسترنسك فاكتور، ممكن اقول عليه ماتيوريشن فاكتور او انتي برنيشيوس انيميا فاكتور. اسمه سيانوكوبالامين لان تركيبته في ايه؟ السيانوكوبالامين، ماشي. اكسترنسك فاكتور لانه بيحتاج انترنسك فاكتور بيطلع من الاستومك زي ما اقول حالا. ماتيوريشن فاكتور لانه ايه؟ مهم في الماتيوريشن بتاع الايه؟ الار بي سيز، النضوج بتاع الار بي سيز. انتي برنيشيوس انيميا فاكتور لانه بيضاد البرنيشيوس انيميا اللي هي الفيتامين بي 12 ديفيشنسي انيميا. طب هذا الفيتامين بي 12 ايه السورسز بتاعته؟ بيطلع منين؟ يعني لو واحد عنده نقص فيتامين بي 12 اقول له ياكل ايه؟ مين بيبقى من انيمال اوريجن زي الليفر والميت، ياكل حته كبده، ياكل حته لحمه حمراء فيها فيتامين بي 12. طيب الفيتامين بي 12 بيمتص من اي حته في جسمنا؟ من الامعاء في اي حته؟ بيمتص من اللور اليم، او بقول عليه التيرمينال اليم، تتحفظ زي اسمك سي ام اس كيو. يبقى السايت اوف ابزوربشن اوف فيتامين بي 12 في اللور اليم، الجزء الاخير من الامعاء الدقيقه، او يتقال عليه التيرمينال اليم. الحته اللي جايه دي مهمه جدا. اتس ابزوربشن نيدز انترنسك فاكتور سكريتد فروم ميوكوزا اوف ستومك، يعني المعده بتطلع لي فاكتور اسمه انترنسك فاكتور. انترنسك يعني داخلي، العامل الداخلي اللي بيطلع من المعده اللي هو مهم جدا في امتصاص الفيتامين بي 12 اللي انا بقول عليه اكسترنسك فاكتور. يبقى انا ما تسال سؤال يقول لي سايت اوف ابزوربشن اوف فيتامين بي 12 يبقى التيرمينال اليا او اللور اليا. سايت اوف سكريشن اوف انترنسك فاكتور يبقى الاستومك، ومهم عشان ابزوربشن بتاع مين؟ عشان لو قال لي انترنسك فاكتور از اسينشال فور ابزوربشن اوف ويتش ايه فيتامين، يبقى فيتامين بي 12. طيب الفيتامين بي 12 ده بيتخزن فين؟ بيتخزن في الليفر. طب وظيفته ايه؟ انا قلت اسمه ماتيوريشن فاكتور، يبقى اسينشال فور ماتيوريشن اوف ار بي سيز، نضوج الار بي سيز. الار بي سيز في البدايه بتبقى اماتيور، فيها نيوكليوس واماتيور ما تاديش الوظيفه. بعد كده بتنضج، النيوكليوس خلاص بتختفي وتبقى ايه؟ فيها الهيموجلوبين بزياده كتير زي ما احنا عارفين وتبقى ملائمه للوظيفه. من الحاجات اللي بتقوم بالدور دوت الفيتامين بي 12 اللي هي مهمه جدا في الماتيوريشن بتاع الار بي سيز.
تاني فانكشن غايه في الاهميه، الفيتامين بي 12 هيل بانفورميشن اوف مايلين شيث اوف نير. الاعصاب بتاعتنا بلاقي في بعضها حواليه مايلين شيث، غشاء من المايلين، دي مهم جدا في وظيفه الاعصاب. وبالتالي نقص فيتامين بي 12 بيؤدي الى انيميا معاها نيورولوجيكال مانيفستيشن، يعني تلاقي العيان يقول لك مثلا حاسس بتنميل في ايديا، خذلان، بوجع في ايه؟ في جسمي، الم شديد في جسمي كله. ده ممكن يبقى شديد لدرجه ان النيورولوجيكال مانيفستيشن تظهر على هيئه مثلا حاجه اسمها هيميبليجيا، شلل نصفي. تخيل؟ ده خطير جدا الفيتامين بي 12. يبقى اما يتقال لي ويتش فيتامين deficiency causes anemia associated with the neurological manifestation يبقى الفيتامين بي 12 deficiency anemia. وادي الصوره دي بتوريني ادي الفيتامين بي 12 متاخد في الاكل اهو، نزل على الاستومك هيلاقي الانترنسيك فاكتور، الانترنسيك فاكتور يقوم شايل الفيتامين بي 12 رايح بيقول لحد التيرمينال اليوم، ومن التيرمينال اليوم يحصل له امتصاص بحاجه اسمها البينوسيتوز او حاجه اسمها السيل درينكينج، ما علينا، المهم هيحصل امتصاص لهذا الايه؟ الفيتامين بي 12 ويمشي في الدم ويروح يتخزن فين؟ في الليفر. يبقى انا كده اتكلمت على مين؟ الفاكتورز افكتنج اريثروبوليسيس. طيب وانا بتكلم دلوقتي في الار بي سيز انا كده غطيت انهي نقاط؟ انا اتكلمت في النورمال كاونت واللايف سبان والاستراكشر والفين والفانكشن والفورميشن. طب الديسوردرز ايه المشاكل اللي بتحصل مع الار بي سيز؟ حاجه من اتنين، يا الار بي سيز يحصل فيها ايه؟ تقل في العدد يا تزيد في العدد. لو قلت بقول عليها انيميا، ولو زادت بقول عليها بوليسيسيميا. يبقى مشاكل الار بي سيز ايه؟ انيميا. انيميا معناها ايه؟ نقص في الار بي سيز كاونت، عددها قليل، اند اور هيموجلوبين كونتنت، يا العدد قليل بتاع الار بي سيز يا اما الهيموجلوبين قليل يا اما الاثنين قليلين يعمل لي انيميا، فقر دم. بنقسم الانيميا اكوردنج تو ذا كوز الى نتيجه سبب الانيميا، يا اما هيمورجيك انيميا، في هيمورج في نزيف زي الاكيوت هيمورج، واحد خد مطوه اتغز عمل حادثه ونزف، او هيموليتيك انيميا، في تكسير في الار بي سي زي السيكل سيل انيميا، انيميا الخلايا المنجليه زي الفافيزم، الانيميا الفول مثلا، او ديكريز الفورميشن، تكوين الار بي سيز قليل نتيجه مثلا بون مارو فيلير، البون مارو او الايه النخاع العظمي مش شغال، بيقولوا عليها ابلاستيك انيميا. طيب ممكن اقسم الانيميا اكوردنج تو مورفولوجي، شكل الار بي سيز ايه؟ لو الار بي سيز مايكروستاتيك يعني حجمها صغير وهايبوكروميك الهيموجلوبين قليل، بقول عليها ايرن ديفيشنسي انيميا، كمثال لها يعني ايرن ديفيشنسي انيميا. يبقى الايرن ديفيشنسي انيميا مثال للمايكروستاتيك هايبوكروميك انيميا، في اسباب ثانيه غير الايرن ديفيشنسي بس ده مثال. ممكن الاقي الار بي سيز حجمها كبير والهيموجلوبين كونتنت فيها كتير، بقول عليها ماكروسيتيك انيميا، ومن اشهر الامثله الفيتامين بي 12 ديفيشنسي انيميا والفوليك اسيد ديفيشنسي انيميا. ممكن تكون الار بي سيز حجمها طبيعي وكميه الهيموجلوبين فيها طبيعي، فبقول عليها مثال لها بقول عليها ابلاستيك انيميا، والحاله دي بقول عليها نورموسيتيك نورموكروميك انيميا. طب دي الانيميا، لو الار بي سيز زادت بقول عليها بوليسيسيميا، في زياده في عدد الار بي سيز. الاسباب ممكن تكون اسباب فيسيولوجيه فيسيولوجيكال كوزز، واسباب مرضيه اللي هي الباثولوجيكال كوزز. الفيسيولوجيكال كوزز اوف بوليسيسيميا، بوليسيسيميا جاي من مقطعين، بولي يعني كتير، سيسيميا اللي هي ريد بلاد كوربس، يا بوليسيسيميا زياده في الار بي سيز. الفيسيولوجيكال كوزز زي ايه؟ ات هاي التيتيود، ليه ات هاي التيتيود؟ كلمه هاي التيتيود على المرتفعات على قمم الجبال مثلا. ليه؟ لان انا كل ما بعلى الاكسجين في الدم بيقل، فبالتالي انا هستنشق اكسجين قليل، وبالتالي هيبقى الشخص ده عنده هايبوكسيا، نقص الاكسجين سبلاي ات شيليفر، وده من اهم الاستيمولاي للار بي سيز فورميشن، من الحاجات اللي بتزود الار بي سيز فورميشن. الباثولوجيكال كوزز حاجات مرضيه بقى، زي مالجنت تيومر في البون مارو، في مشكله في البون مارو، ورم طالع في المصنع اللي بيصنع الار بي سيز، ربنا يعافي الجميع.
اللي انا بقول عليها بولي سايسيميا فيرا. طب البولي سايسيميا مشكلتها ايه؟ واحد يقول لي يا دكتور طب الار بي سيز انها تبقى قليله، ماشي نخاف منها على اساس ايه؟ على اساس ان الار بي سيز بتشيل اكسجين. طب ما هو الاكسجين مش هيتشال، هيبقى في هايبوكس، هيبقى في مشاكل. لكن اما الار بي سيز تزيد ما هو خير وبركه. قال له لا، خدها قاعده في دماغك، الحاجه اللي تزيد عن حدها تتقلب لضدها. فاما الار بي سيز تزيد لزوجه الدم تزيد، هيبقى حمل على القلب، القلب بيضخ الدم. لما يكون الدم لازق زياده عن اللزوم هيبقى ايه؟ هيبذل مجهود زياده، ففي الاخر تؤدي الى زياده الكاردياك وورك، شغل القلب، وتؤدي الى هارت فيلير. يبقى البوليسايسيميا تعمل، خلي بالك عشان بتسلم سكيو، بيزود البلاد فيسكوسيتي، بيزود الكاردياك وورك، بيزود، بيحصل هارت فيلير، فشل القلب في اداء وظائفه. يبقى انا كده اتكلمت على الار بي سيز بكل ما لها وما عليها. ندخل لحاجه اسمها الهوايت بلاد سيلز. انا قلت البلاد اليمنت او البلاد سيلز بتشمل ايه؟ ريد بلاد كورباسل، هوايت بلاد سيلز، وبليتلت. انا اتكلمت عن ريد بلاد كورباسل، هتكلم عن هوايت بلاد سيلز، وبعد كده اتكلم على البليتلت. الهوايت بلاد سيلز او بيتقال عليها ليوكوسايتس، ليوكوسايتس او بيتقال عليها هوايت دبليو بي سيز. ليوكوسايتس دي بتتكون من مقطعين، ليوكو يعني هوايت، سايتس يعني سيلز، يبقى ليوكوسايتس اللي هي الخلايا البيضاء اللي هي الوايت بلاد سيلز. يمين اعرف ديفينيشن، تعريفها، السايتو فورميشن بتتكون فين، النورمال كاونت سي ام اس كيو، انواعها ايه، وظيفتها ايه، وايه المشاكل اللي بتحصل معاها او الديستربنسز في العدد بتاع الار بي سيز. اولا ديفينيشن، الار بي سي اللي هو وايت بلاد سيلز، انا بتكلم في الوايت بلاد سيلز او الليوكوسايتس، هي عباره عن لارج نيوكليتد سيلز. يبقى بتختلف عن الريد بلاد كورباسل في ان ديت ايه؟ نيوكليتد. السايتو فورميشن في الادلت بيسول بتتكون فين الوايت بلاد سيل؟ بتتكون في البون مارو، زيها زي مين؟ زي الريد بلاد كورباسل. ولكن كمان هنا الوايت بلاد سيل بتتصنع في الليمف نودز. في الايه؟ في الليمف نودز، العقد الليمفاويه. ماشي. النورمال كاونت بتاع الوايت بلاد سيل بيتحفظ زي اسمك في اليانج ادلت ميل، بيبقى تقريبا من 4000 ل 11000 لكل مليمتر مكعب. طب ايه هي انواع الوايت بلاد سيلز؟ ابص على الصوره، والصوره ب 1000 كلمه. بقسمها اكوردنج تو ذا بريزنس اور ابسنس اوف جرانيولز او فيزيك، الحويصلات جوه السيتوبلازم انتو، جرانيولوسايتس ونون جرانيولوسايتس. الارقام تتحفظ، وايه ومين الموست كومن يتحفظ عشان محطوطه اسئله ام اس كيو. الجرانيولوسايتس بتشمل ايه؟ النيوتروفيلز، السيتوبلازم بتاعها بيحتوي على جرانيولز، بعضها اسيدك وبعضها بيزك، فالنت ريزلت ان الدين يبقوا نيوترال متعادلين، فعشان كده بقول عليها نيوتروفيل، جايه من مقطعين نيوتروفيل في الخلايا، نيوتروفيل الخلايا اللي فيها جرانيولز متعادل، ودي اكترهم في العدد من 40 ل 70%. ثم الجرانيولوسايت اللي بعد كده حاجه اسمها ايوزينوفيل او يتقال عليها اسيدوفيل، ديت من 1 ل 4% من كل الوايت بلاد سيلز. السيتوبلازم يحتوي على جرانيولز اسيدك. ثم البيزوفيلز، السيتوبلازم بيحتوي على جرانيولز بيزك، ودي من 0 ل 1%، ودي اقلهم، اقل كل الوايت بلاد سيلز. طب النون جرانيولوسايتس بلاقي السيتوبلازم ما فيش فيه جرانيولز. بتشمل الليمفوسايتس، وديت من 20 ل 45%، وبتشمل المونوسايتس، ديت من 2 ل 8%. يبقى انا لو جيت ارتب الليوكوسايتس اكوردنج تو الموست نيومرس، اللي اكتر عددا للليست نيومرس، هتلاقي اكتر واحده نيتروفيلز، يليها ليمفوسايت. نيتروفيل بتنتهي بالال، اللي بعدها اللي بتبدا بالال ليمفوسايت. لعبه كده كنا بنلعبها، يقول لك اسم المدينه وايه او اسم البلد، وشوف اخر حرف منه اللي بعدك يبدا به، فهنا النيتروفيل اللي بعدها اللي بيبدا بحرف الال ليمفوسايت، اللي بعدها اللي بتنتهي بنفس الايه؟ المقطع سايت، اللي هي المونوسايت.
يبقى نتروفيل لمفوسايت مونوسايت. يليها مين؟ ايوزينوفيل، واقلهم البيزوفيل. طيب هذه الوايت بلاد سيل كل واحده فيهم لها فانكشن. فلو بدات بالجرانيولوسايتس هتلاقي النتروفيلز زي ما قلت بتحتوي على سمول اسيديك وبيزك جرانيولز، ودول عباره عن ايه؟ هذه النتروفيلز فاجوسيتك سيلز. كلمه فاجوسيتك سيلز يعني خلايا اكوله تعمل فاجوسيتوز، بتوع الميكروب وتبلعه وتهضمه، تعمل له انجولفمنت، تبلع ودايجست ات. طيب الايزينوفيل كونتين اسيديك جرانيولز. الايزينوفيل مهمه جدا في الام اس كيو، بتتسال ام اس كيو كتير. وظائفها ايه؟ لها ويك فاجوسيتك فانكشن، يعني برضك خلايا اكله بس ضعيفه شويه عن النيتروفيل. بتزيد في حالات الالرجي، الحساسيه والبارازيتك انفستيش، العدوات الطفيليه. ليه؟ لان لها دور في القضاء على الحاجتين دول. تالت حاجه بروديوس حاجه اسمها بروفايبرينولايسين، اللي هو بيتحول لفايبرينولايسين ويتش دايجست البلاد كلوت. لما نيجي نتكلم على البلاد كلوتنج اللي هو تجلط الدم، الخطوه النهائيه بعد ما خلاص الوعاء اللي كان الوعاء الدموي اللي كان مجروح او مقطوع بقى سليم ولحم، عايز اشيل الكلوت. اللي بيساعدني في شيل الكلوت حاجه اسمها فايبرينوليتك سيستم، اللي هو الفايبرينولايسين. الفايبرينولايسين دهوت من الاماكن اللي بتصنعه الايزينوفيل. طب البيزوفيل، ركز عشان بتسيل برضك كتير ام اس كيو. البيزوفيل بتحتوي على بيزك جرانيولز، وده اقلهم في العدد زي ما قلت، وبتسكريت حاجتين بيبداوا بحرف الاتش اللي هو الهيبارين والهيستامين. دول الجرانيولوسايت، نيتروفيل وايزينوفيل والبيزوفيل. النون جرانيولوسايت الليمفوسايت في منها نوعين، تي لمفوسايت وبي لمفوسايت. التي لمفوسايت مسؤوله، كلمتين بس عايزك تعرفهم عنها، عن حاجه اسمها سيل ميديتد اميونيتي، المناعه التي تتوسط بواسطه خلايا، خلايا الايه؟ تي لمفوسايت. طب البي لمفوسايت ريسبونسبل فور حاجه اسمها هيومورال اميونيتي، اللي هي ميديتد من خلال فيا، يعني من خلال الانتي بوديز. يعني بقول عليها ان البي لمفوسايت مسؤوله عن الانتي بودي ميديتد اميونيتي، المناعه اللي مسؤول عنها الاجسام المضاده. بعد كده في النون جرانيولوسايت في حاجه اسمها مونوسايت. المونوسايت هاف فاجوسيتك فانكشن برضه زي النيتروفيلز، ولكنها مور باورفول، اقوى من مين؟ اقوى من النيتروفيلز. طيب اقوم داخل بقى على الفانكشنز بتاعت الليكوسايت او الوايت بلاد سيل على بعضها كده. هي الوظيفه الاساسيه ديفنسيف فانكشن اجينست انفكشن. طب بتتم ازاي؟ انا خلي بالك ابص على الصوره والصوره بألف كلمه. لو بفرض ان في ميكروب او بكتيريا جت كده وبتهاجم هذا هذا النسيج، وهنا الكابيلر اهيت او شعيره دمويه في ريح التيشو او النسيج اللي ايه اللي البكتيريا هاجمته. شوف العظمه بتاعت ربنا، ايه اللي هيحصل؟ اول ما البكتيريا تهاجم التيشو بيحصل تيشو ديستراكشن، يعني دمار لهذا التيشو، فبيطلع مواد معينه، بالاضافه ان البكتيريا نفسها بتطلع توكسنز، سموم. هذه السموم اللي بتطلع من البكتيريا او من التيشو ديستراكشن بتاتراكت، بتشد، بتبعت اشاره للليكوسايتس زي النيتروفيل اللي موجوده في النير باي كابيلاري، في الكابيلاري القريبه، عشان تحاول تشدها للمكان ده عشان تهاجمها، عشان تقضي على البكتيريا. الحكايه دي بقول عليها كيموتاكسيس. يبقى كيموتاكسيس اشارات بمواد كيميائيه طالعه من البكتيريا او التيشو اللي هو الديسترويد، بيحاول يعمل اتراكشن للنيتروفيل من نير باي كابيلاريز توردز سايت اوف انفكشن. البكتيريا خلاص طلعت حاجه مواد توكسين او غيره، بتحاول تشد الايه؟ بتطلع اشاره من النيتروفيل ناحيتها. النيتروفيل عايزه تخرج من الكابيلاري. الكابيلاري بالخلايا اللي بينها كده فيها بورز، فتحات صغيره كده. فتلاقي النيتروفيل او الليكوسايت بتحشر نفسها، سكويز اتسيلف، بتعصر نفسها كده او بتضغط نفسها كده عشان تمشي في هذه الفتحه، عشان تخرج لخارج الكابيلاري عشان تروح للتيشو، حاجه اسمها الديابيديسيس. يبقى الديابيديسيس معناها ان الوايت بلاد سيل
سكويز ذيم سيلفز، بتعصر نفسها من خلال البورز بتاع النير باي كابيلاري علشان تخرج تروح في اتجاه مين؟ البكتيريا. ثم هذه الايه الوايت بلاد سيل بتتحرك باميبويد موفمنت، حركه بدائيه اللي هي الاقدام الكاذبه كده، لحد ما توصل للسايت اوف انفكشن، فتعمل انجلفمنت، تبلع اهو انفاجينيشن، عملت نتوء اوت وخدت البكتيريا ايه وتبلعها عشان ايه؟ علشان تبدا تهضمها باللايزوزايمز، الانزيمات اللي بتطلع من اللايزوزومز جوه الايه السل. وفي نفس الوقت الوايت بلاد سيل زي البي لمفوسايت بتطلع اجسام مضاده عشان تقتل هذه الايه البكتيريا. يبقى خطوه خطوه، ايه اول حاجه الكيموتاكسيس، معناها ركز عشان كل واحده ممكن تيجي كترو اور فولس او كومبليت او ك ام اس كيو، يديني الديفينيشن يقول لي ده معناها ايه. يبقى الكيموتاكسيس تبقى عارف ان البكتيريال توكس ريليزد ات ذا سايت اوف انفكشن هتؤدي الى اتراكشن، تشد الليكوسايتس فروم نير باي كابيلاري تو ميجريت عشان تهاجر توورد ذا انفلمد اير. الدايابيتسز معناها ايه؟ اهي ان الهوايت بلاد سيلز سكويز ذيم سيلف ثرو ذا بورز اوف ذا هيلثي كابيلاري تو اوت سايد، ماشي. طب الاميبويد موفمنت، الهوايت بلاد سيلز ار موتايل سيلز اند موف باي اميبويد موشن، حركه اميبي اللي هي بالاقدام الكاذبه دي. ثم هيبقى في فاجوسايتوزس، ايه هي الفاجوسايتوزس عشان بتتسال حتى الكرامه في سؤال ام اس كيو، ان الوايت بلاد سيل انجلف تبلع الفورين ماتيريال زي البكتيريا اند ديستروي ذيم، تقضي عليهم او تعمل لهم دايجيشن. ثم الخطوه الاخيره ان ممكن يتكون انتي بادي برودكشن اند ديستريبيوشن. ادي الصوره اهي بتاعت الايه؟ الكيموتاكسيز والدايابيتسز والايه؟ الاميبويد موف. هنا السورس اوف كيموتاكسيز البكتيريا، هنا عملت تشو ديستراكشن طلعت كيميكالز راحت شدت الوايت بلاد سيل توورد ذا سايت اوف انفلاميشن بحاجه اسمها كيموتاكس. الوايت بلاد سيل بتحاول تخرج من خلال البورز اهي كده اللي هي الدايابيتس، وهتمشي باقدام كاذبه اللي انا بقول عليها اميبويد ايه موشن، ثم تعمل فاجو سايتوس. يبقى انا كده اتكلمت في الوايت بلاد سيل على ديفينيشن سايت اوف فورميشن الكاونت التايبس الفانكشن. طب الديستربنسز بتاعت الوايت بلاد سيلز، ايه اللخبطه اللي ممكن تحصل في الوايت بلاد سيلز؟ ممكن يحصل حاجه اسمها ليوكوسايتوزس، ان الايه ليوكوسايت يعني وايت بلاد سيل، سايتوزس يعني زياده، يعني في زياده في النمبر بتاع الوايت بلاد سيلز. اسبابه ايه؟ ممكن يكون فيسيولوجيكال، ممكن يكون باثولوجيكال، اسباب فيسيولوجيه واسباب مرضيه. اللي يزود الوايت بلاد سيل اسباب فيسيولوجيه زي الكولد باث، حمامات الميه لما الواحد ياخد دش بارد مثلا، او الاكسرسايز يعمل رياضه. طب الباثولوجيكال زي انفكشن زي الابندسايتس، الزايده الدوديه، التهاب في الزايده الدوديه. طب الايزينوفيليا جاي من ايزينوفيل، وايليا يعني في زياده، انكريز ان ذا نمبر اوف ايزينوفيلز. بيحصل في حالات الالرجي والبارازيتيك انفستيشن كذا عشان بتصير ام سي كيو. الايزينوفيل بتزيد في حالات ايه؟ الالرجي والبارازيتيك انفستيشن. ليه؟ كوسيله دفاع انها تحاول تخلصني من الالرجي وتخلصني من البارازيتيك انفكشن او انفستيشن العدوى الطفيليه. طب كلمه ليكوبينيا، ليكو يعني وايت بلاد سيل، بينيا يعني ال، يبقى ليكوبينيا معناها مارك ديكريز ان ذا نمبر اوف وايت بلاد سيل، بتقل. اسبابها ممكن تكون بون مارو فيلير، في فشل في اداء البون مارو، او سب دراج توكسيستي، ماشي. اللوكيميا اللي هي سرطان الدم، ربنا يعافي الجميع، ماركت انكريز ان وايت بلاد سيلز، وبيبقى ان كنترولبل، بتزيد بطريقه الجسم ما بيقدرش يتحكم فيه، والوايت بلاد سيل بتطلع في صوره الناتيور، يعني ما بتاديش وظيفه، فانكشن ليس ما بتشتغلش. وليه كمان؟ تيك اتس نيوتريشن ات ذا اكسبنس اوف اذر سيلز، بتاكل غذاء الخلايا المفيده، يعني بالتالي ضاره. وعشان كده بقول عليه مالجننت ديسيز، ده مرض خبيث، ربنا يعافي الناس كلها. ممكن يؤدي للوفاه، ديث اللوكيميا ممكن يحصل نتيجه ايه؟
اللي بيعمل ديستراكشن للبون مارو يدمر كل الخلايا اللي فيه، فالار بي سيز هتقل يحصل انيميا، الصفائح الدمويه تقل اللي هي البليتد فيحصل بليدنج، الوايت بلاد سيل تقل فيحصل انفكشن. يبقى انا كده اتكلمت على الريد بلاد كورباسل والوايت بلاد سيل، فاضل في البلاد اليمنتس ايه؟ البليتلتس اللي هي الصفائح الدمويه اللي هي اسم الدلع بتاعها ثرومبوسايتس. يبقى انا هتكلم على البليتلتس او الثرومبوسايتس، واتكلم بقى عن حاجه اسمها الهيموستاسيس. البليتلتس او الثرومبوسايتس محتاج اعرف الديفينيشن، النورمال كاونت، النورمال لايف سبان، الفانكشن مهمه جدا جدا جدا، واعرف البربر اللي هي الديستربنس بتاع البليتلت يعمل قد ايه؟ بربر. هنفهم يعني ايه حالا. اولا يعني ايه بليتلت او ثرومبوسايت اللي هي الصفائح الدمويه؟ هي عباره عن اوفال نون نيوكليتد ديسك، اوفال نون نيوكليتد ديسك، بتتكون فين الاوريجن بتاعها؟ فين؟ في البون مارو، من خلايا اسمها ميجا كاريوسايتس. يبقى الميجا كاريوسايتس في البون مارو بتطلع لي مين؟ هذه البليتلت. النورمال كاونت بتاع البليتلت حفظ زي اسمك، من 150,000 ل 350,000 لكل مليمتر مكعب، الافريج المتوسط 250,000 لكل ملي. اللايف سبان بتاعتها قصيره، الار بي سيز كانت اللايف سبان بتاعتها قد ايه؟ كانت تقريبا 4 شهور، 120 ايه؟ يوم. الوايت بلاد سيل كانت برضك ايام. البليتلت ايام، من 5 ل 10 ايام، شورت لايف سبان. الفانكشنز دي مهمه جدا، ممكن تيجي ايه؟ ترو اور فولس، اكمل ام اس كيو. الوايت بلاد سيل داخله في كل خطوات وقف النزيف. يعني لو الواحد اتجرح، يعني مثلا واحد دخل المطبخ وبسكينه اتجرح جرح صغير كده، الجسم بيحاول يوقف النزيف بخطوات كتير. البليتلت بتدخل في كل الخطوات، من اول خطوه ان بتعمل لوكال فاسكولار سبازم، يعني المكان اللي فيه الجرح ده هو الوعاء الدموي اللي فيه بينقبض عشان يقلل النزيف. طب البليتلت بتعمل لوكال فاسكولار سبازم ازاي؟ تقلص في الوعاء الدموي في المكان ده ازاي؟ انها بتطلع فازو كونستريكتور سابستنس، مواد بتعمل فازو كونستريكشن، بتضيق الاوعيه الدمويه. يبقى الفي سي ده يعني فازو كونستريكشن، بتضيق الوعاء الدموي. بعد كده بتعمل ايه؟ بليتلت ادهيرنس، وان بليتلت استيك تو انجورد بلاد فيسل وول. يعني دلوقتي الكابيلاري اتجرحت، البليتلت بتعمل ايه؟ بتطلع فازو كونستريكتور سابستنس، فتخلي الايه؟ الوعاء الدموي دوت ينقبض فيقل للنزيف، وفي نفس الوقت البليتلت تلزق فين؟ في الانجورد بلاد فيسل، في الوعاء الدموي المجروح ده، وبتتنشط، فلما تتنشط تلزق فيها بليتلت تاني، يبقى يحصل حاجه اسمها بليتلت اجريجيشن، تجمع من الصفائح الدمويه. اديشنال بليتلت ستيك تلزق تو اوريجينالي ادهيرنت بليتلت تو فورم بلاد عشان تعمل لي سداد. يبقى هي بدات الاول، اول ما الجرح يحصل بتطلع لي فازو كونستريكتور سابستنس، بتعمل لوكال فاسكولار سباز، تلزق في الانجورد بلاد فيسل وتنشطت، فتبقى تلزق في خلايا تانية من البليتلت، في خلايا تالتة، خلايا رابعة من البليتلت، لحد ما تعمل لي سدادة من البليتلت، ده بيقول عليها بليتلت بلاد فورميشن، سدادة من البليتلت تقوم سد الجرح فتقلل النزيف. في نفس الوقت البليتلت مخزنة عوامل تجلط، تقوم مطلعاها لما تتنشط بتطلع لي محتواها من اللازو كونستريكتور سابستنس، من الكلوتنج فاكتور، فتبدا تعمل عمليه التجلط بلاد كلوت. والبلاد كلوت عباره عن ايه زي ما اتكلم حالا؟ عباره عن شبكه من الفايبرين، زي ايه؟ خيوط كده الفايبرين بتحتجز الخلايا. انت عارف لما يكون الحوض بتغسل فيه مثلا خضار وشويه خضار وقعوا من ايدك على الحوض، سدوا المخرج بتاع الحوض، اهو المخرج بتاع الحوض، الشبكه بتاعت الحوض اهي تعتبر وكانها خيوط فايبرين، واحتجزت عيدان الخضار فسدته، فسدت الايه؟ التصريف بتاع الحوض. فنفس الكلام، اما الوعاء الدموي يتقطع يحصل جرح فيه صغير، بيتكون شبكه من الفايبرين بحاجه اسمها البلاد كلوت. شبكه الفايبرين دي بتبقى تحتجز خلايا الدم فتعمل جلطه، جلطه يعني سداده بقى من
الفايبرين نتورك، شبكه الفايبرين والخلايا المحتجزه فيه. طيب بعد كده بتعمل حاجه اسمها كلوت ريتراكشن، الفايبرين ده يشد الاحراف بتاع الوعاء الدموي علشان يقربوا من بعضه عشان يبدا يلحم. كلوت ريتراكشن يعني انقباض، بتنقبض الكلوت. اما الوعاء الدموي يقرب من بعضه هيسال عمليه الهيلج اوف انجورد فيسل وول، عن طريق هي كمان بتطلع البيت، بتطلع عوامل نمو، حاجه اسمها جروس فاكتور، حاجه اسمها بليتلت درايفد جروس فاكتور، يساعد في الهيلج التئام الجرح بتاع الفيسل. اول ما الجرح يلم والوعاء الدموي يقفل عايزين نتخلص من الجلطه اللي اتكونت. فايده الجلطه انها توقف النزيف وانها تشد الوعاء الدموي وتقربه من بعضه، زي بالظبط انا دايما وانا بشرح الجزئيه دي بشبهها بايه؟ لما واحد عظمه عنده تتكسر بيروح لدكتور العظام عشان يجبر له العظمه. يعني ايه يجبرها؟ يعمل لها يحط حواليها جبس، بس قبل ما يحط جبس بيخلي العظمتين فرح بعض، يقربهم من بعض، ويحط الجبس ويسيبه ايام معينه، اسبوعين ثلاثه شهر اكتر اقل، وبعد كده محتاج يشيل الجبس. فاحنا محتاجين نشيل الكلوت، بنعمل ديسولفنج للكلوت، حاجه اسمها فايبرينولايسس. اللي بيقوم بالدور ده هو بردك حاجه بتطلع من البليتلت اللي هي بروفايبرينولايس، هيطلع من الصفائح الدمويه ويسهل عمليه ازاله هذا الكلوت. يبقى انا هلاحظ لما ابص على الصوره دي وارجع للكلام ده تاني، ادي وعاء دموي اتجرح اهو، الصفائح الدمويه كانت ماشيه في الدم بسرعه عاديه خالص، ما كانتش بتلزق في الجدار بتاع الوعاء الدموي، وما حصل جرح الصفائح الدمويه مالها؟ اتنشطت ولزقت في الايه؟ في الول بتاع الانجورد فيسل، وبقت مور ستيكي، شكلها اتغير، السوولنج تضخمت اهي، وبقت عامله برانش ده اهي تفرعات، وبقت مور ستيكي، اتجمع فيها بليتلت تانيه، عملت لي ايه؟ حصل اجريجيشن للبليتلت، عملت لي سداده من البليتلت اللي هي البليتلت بلاك، عملت لي ريليز لسيرتن كيميكال زي الفازو كونستريكتور والكلوتنج فاكتور علشان تعمل لي ايه؟ البلاك كلوت. يبقى الخطوات الفانكشنز التاني بتاع البليتلت مهمه في كل خطوات الهيموستاز اللي هي توقف النزيف. بدايه بتعمل لوكال فاسكولار سباز، بتادهير للانجورد فيسل، بتعمل بليتلت اجريجيشن، تجمع من البليتلتس، ثم سداده من البليتلت اللي هي بليتلت بلاك فورميشن، ثم بتساهم في عمل البلاد كلوت، ثم كلوت ريتراكشن، ثم بتساهم في الهيلنج اوف انجورد فيسل وول، ثم ديسولف ذا كلوت بالفايبرينولايسس. كلام جميل. طيب الابنورماليتي بتاع البليتلت حاجه اسمها بيربرا. ايه هي البيربرا؟ محتاج اعرف ديفينيشن، محتاج اعرف الكوزس، محتاج اعرف يعني ايه بليدنج تايم وايه اللي بيحصل له في البيربرا. البيربرا عباره عن هيموراجيك ديسيز، مرض بيحصل معاه نزيف، كاركترايزد باي بليدنج اندر ذا سكين اند ميوكاس ممبرين، يعني بيبقى في نزيف تحت الجلد والاغشيه المخاطيه بتاع الجسم. In the form of A, PTK و Ecchymosis. ايه PTK و Ecchymosis دي؟ PTK يعني في small hemorrhage, pain point or pain head، نقط دم صغيرة تحت الجلد. أو Ecchymosis large hemorrhage، أبص على الصورة والصورة بألف كلمة. واحدة ولا واحد تيجي يقول لك والله أنا في بطش دم تحت الجلد، بتبقى كبر في الستات. بس ممكن تحصل طبعًا في الرجال لما البليتلت تبقى قليلة زي ما هنشوف. يقول لك انا في بطش كده صغيره وبطش كبير كده اهي، ادي حتت نزيف كتير تحت الجلد اهي، ده هيموراجيك ديسيز في لارج، في ارياز اوف فاريبل فورمز اوف بليدنج اندر ذا سكين، تبقى بين بوينت يعني نقط صغيره، او ايكيموزيس حتت كبيره كده. اسبابها ايه؟ ممكن تكون المشكله في الصفائح الدمويه البليتلت، ديفكت ان بليتلت نتيجة نقص العدد لثرومبوسيتوبينيك بيربرا. ثرومبوسيتوبينيك يعني عدد البليتلت قليل، ديكريز بليتلت كاونت، زي البون مارو ليجن لو في لوكيميا بنعافي الجميع، او في العيان بياخد دواء بيعمل انهيبيشن للبون مارو، بيخلي البون مارو ما يشتغلش، يعمل فيه ليجن، فيقلل البليتلت كاونت فتعمل ثرومبوسيتوبينيك بيربرا. طيب ممكن يكون الديفكت في الفانكشن بتاعت البليتلت،
البريخلت موجوده بس ما بتشتغلش، حاجه اسمها ثرومباثينيك بيربرا. يبقى ثرومباثينيك بيربرا معناها ان البريخلت كاونت طبيعيه ولكن البريخلت ما بتشتغلش. طلبه قاعده في المحاضره عدد كتير، ثلاث ارباعهم سرحان في الماتش اللي هيتلعب، والربع اللي فاضل نص الربع سرحان في ايه؟ في المشاكل اللي في البيت، وبعدين نص التم مشغول بالنت، وخمسه سته اللي مركزين في المحاضره. يبقى موجود جثه لكن مش بدماغه، ادي دي ثرومباثينيك بيربا. البليكلت موجوده ماهيش ناقصه لكن ما بتشتغلش، ديفكت ان بليكلت فانكشن. او البربرا النزيف اللي تحت الجلد ده ممكن تكون البليكلت الطبيعيه مش فيها مشكله، لكن المشكله في البلاد فيسل وول، زي حاجه اسمها فيتامين سي ديفيشنسي. تلاقي واحد مثلا على سبيل المثال يغسل سنانه بالمعجون تلاقي مناخيره بتنزف، اسمه سنانه بتنزف، او لوحده كده مناخيره بتنزف كل شويه، او لوحده بيطلع بطش كده ايه تحت الجلد. السبب ايه؟ السبب ان الاوعيه الدمويه عنده ضعيف، عنده نقص فيتامين سي. يبقى البربرا ممكن يكون سببها مشكله في البليتلت او مشكله في الاوعيه الدمويه. البليتلت ممكن يكون عددها قليل ثرومباثينيك بربرا، او العدد طبيعي ولكن الوظيفه قليله بقول عليها ثرومباثينيك بربرا، او المشكله في الوعاء الدموي زي ما انا قلت. طيب البليدنج تايم، وقت النزف، ايه وقت النزف ده؟ قال لك هو عباره عن تايم نيدد فور بليدنج فروم سمول ووند تو ستوب وزاوت كواجوليشن. يعني مثلا لو انا جبت دبوس وشكيت صبعي كده، وايه؟ وكل شويه انشف الايه؟ الدم اللي طالع ده بفلترنج بيبر زي دي، يعني كده اهو احنا مثلا شكينا التيب اوف فينجر او شكينا حته في الارم كده بدبوس، وجبت فلتر بيبر وكل ما نقطه الدم تطلع اقوم ماسحها بالفلتر بيبر، احط الفلتر بيبر عليها كده تقوم مسحباها كل نص دقيقه، اقوم ايه شايل نقطه الدم اللي طلعت، كل نص دقيقه اشيل نقطه الدم اللي طلعت لحد ما الدم ما عادش ما يبقاش فيه نزيف. ده بقول عليه البليدنج تايم. يبقى البليدنج تايم معناه ان هو الوقت المطلوب علشان يقف النزيف من غير ما يحصل بلاد كلوت، لان لو ما مسحتش الدم الدم هيجلط. النورمال تايم يتحفظ من دقيقه لاربع دقائق. وده بيقيس للانتجريتي بتاع البلاد فيسل وول والبليتلت فانكشن. يعني ايه؟ بطريقه ممكن اشخص البربرا، بلاقي البليدنج تايم مور برولونجد او بيحصل له برولونجيشن في البربرا. يعني انا بقول الطبيعي مثلا من دقيقه لاربع دقائق، ممكن مع البربرا الاقي مثلا ربع ساعه. يعني حصل برولونجيشن للبليدنج ايه؟ تايم. ادي الصوره اللي قدامها ايه؟ بتوري لي ادي البليدنج تايم. بنستخدم الفلتر بيبر تو ويب نمسح ذا بلاد اتش 30 سكند، يعني كل نص دقيقه. افتر بين بريكنج انتل بليدنج ستوبس، يعني بمعنى اخر ات از ذا تايم فروم بين بريكنج تل ستوبج اوف بليدنج وزاوت كلوتنج. يعني انا دلوقتي لو ايه؟ لو انا الفلتر بيبر اهي بعد 30 ثانيه قمت ادي النقطه الاولانيه مسحتها اهي، بعد 30 ثانية تانيين النقطة التانية، بعد 30 ثانية تالتين النقطة الايه؟ التالتة، وبعد كده ما عادش في نزيف اهو. يبقى ده البليدنج تايم يبقى كام؟ ادا نص دقيقة، ادا دقيقة، دقيقة ونص. يبقى البليدنج تايم هنا دقيقة ونص في الصورة دي. طب لو بصيت على الصورة التانية، لو عديت النقط ادا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 يقسمهم على الاثنين لان كل واحده بنص دقيقه، يعني تقريبا خمس دقائق ونص، يعني معناها برولونج بليدنج تايم اهو. احنا قلنا من واحد لاربعه، لا يبقى ده برولونج شويه. طيب الهيموستيزس اتكلمنا عنها في المحاضره اللي فاتت وقارنت بينها وبين الهوميوستيزس، بس بنتكلم هنا على الهيموستيزس بشيء بسيط من التفصيل. هيموستيزس معناها ايه؟ من الديفينيشن الميكانيزم واعرف الابنورماليتي بتاعتها. الهيموستاسيس معناها هي فيسيولوجيكال بروسيس باي مينز اوف ويتش بليدنج فروم ا سمول فاسكولار انجري از ستوب، او احنا قلناها المحاضره اللي فاتت تو ستوب بليدنج فروم ماينور انجري. الفانكشن بتاع البليتلت هي الخطوات بتاعت الهيموستاسيس. انا عايز اوقف النزيف، يبقى الاول هعمل لوكال فاسكولار سباس، هعمل بليتلت بلاد فورميشن سداده من البليتلت، هعمل كلوت فورميشن ثم كلوت ريتراكشن
ثم هيلينج للفيسل وول ثم فايبرينوليسيس. فالميكانيزم باختصار بنختصرهم في ثلاث حاجات: اللوكال فاسكولار سبازما ويتقال عليها فازو كونستريكشن، والبليتلت لها دور فيه طبعا، ثم البليتلت رياكشن اللي انا بلاقي بليتلت بلاك فورميشن دي وظيفه البليتلت، ثم كواجوليشن ميكانيزم او يتقال عليها كلوت فورميشن. لما ابص على الصوره اللي قدامي بتكلم على البلاد كلوت او البلاد كواجوليشن كديفينيشن، يعني ايه بلاد كلوت؟ لسه قايلها من شويه. هو عباره ايه هو البلاد كلوت؟ هو عباره عن فايبرين نتورك، شبكه من الفايبرين، انتانجلنج بلاد سيلز بتحتجز الخلايا. لما بص كده ادم ما حصل انجري للفيسل وول اهو، بدا الدم يفقد من الفيسل، بعد شويه اتكونت كلوت. كلوت يعني ايه؟ هتلاقي شبكه من الفايبرين اهي، شبكه محتجزه الخلايا اللي هي الوايت بلاد سيل والبليتلت والار بي سيز. طيب الميكانيزم اوف بلاد كلوتنج، في حاجه اسمها انترنسيك ميكانيزم وحاجه اسمها اكسترنسيك ميكانيزم. ابص على الصوره وادي الشبكه بتاعت الايه البلاد كلوت اهي، شبكه من الفايبرين بتحتجز الخلايا، دي البلاد كلوت. طيب ابص على الصوره اللي قدامي دي عشان افهم يعني ايه كلوتنج ميكانيزم. لو بصيت على الصوره مثلا اللي على اليمين دي، قال لك لو حصل انجري للتيشو بيحصل الاتي: بلاقي في كونتاكت اكتيفيشن لفاكتور 12 بالدامج سيرفيس، يعني الايه الكابيلاري اتقطع او الفيسل اتقطع، فالسيرفيس ما بقاش سموث بتاع الايه الكابيلاري وول او الفيسل وول، فيحصل اكتيفيشن لفاكتور ايه كلوتنج فاكتور 12، يبقى اكتيف 12. الاكتيف 12 هي سلسله بقى ينشط غيره من الكلوتنج فاكتور 11 لاكتيف 11، اكتيف 11 ينشط 9 لاكتيف 9، اكتيف 9 ينشط 10 لاكتيف 10، ثم اكتيف 10 يحول حاجه اسمها بروثرومبين لثرومبين اللي هو فاكتور 2، الثرومبين اللي هو اكتيف يحول الفايبرينوجين لفايبرين. كده انا بدات اعمل فايبرين ثريدز، خيوط من الفايبرين، هتبقى فيكسد بفاكتور 13 اكتف اللي هي كروس لينكد فايبرين كلوت، عملت البلاد كلوت. شايف السكه دي طويله ازاي؟ انا تاخد تصور عنها عام، مش مطلوب منك انك تحفظها على مستواك. طيب ده بقول عليه الانترنسيك باس واي. انترنسيك يعني الشغل بتاعه من داخل الدم، اللي هي مفيش اي عامل خارجي. الاول بدانا اول حاجه ان الدامجد سيرفيس نشط فاكتور 12 لاكتف 12 وده موجود في الدم. طب السكه الثانيه ان التيشو انجري بيريليز تيشو فاكتور، التيشو فاكتور بيطلع من التيشو يعني مش من الدم. التيشو فاكتور دوت مع تنشيط فاكتور 7 للاكتف 7 بيحولوه للاكتف 10 للاكتف 10، والدنيا تتكرر في الكومان باسوي، البروثرومبين للثرومبين ثم الفايبرينوجين للفايبرين ثم الفايبرين كلوت. فالاكسترنسك باسوي او يتقال عليه تيشو فاكتور باسوي نتيجه انه بيبدا بفاكتور جاي من بره الدم اللي هو التيشو فاكتور جاي من التيشو، ولا ايه قصير بياخد وقت قصير، لكن الانترنسك بياخد وقت طويل قوي. فنرجع بقى للملحوظه اللي انا كنت بقولها، بلاقي فيه انترنسك ميكانيزم اوف بلاد كلوتنج ديبند اون بلاد كومبوننت اونلي، والديوريشن بتاعته من 4 ل 8 دقائق. بينما الاكسترنسك ميكانيزم ليه تيشو فاكتور درايفد فروم تيشو اوتسايد ذا بلاد كومبوننت، وده بياخد من 20 ل 40 ثانيه. يبقى مين اللي بياخد وقت اطول؟ الانترنسك ميكانيزم. مين اللي بيعتمد على فاكتورز موجوده في الدم بس؟ الانترنسك ميكانيزم. يبقى انا هنا بقى محتاج اعرف الفرق بين حاجتين، الكلوتنج فاكتورز والانتي كوابلنتس. الكلوتنج فاكتور ار فاكتورز ذات شير ان بلاد كلوت فورميشن، عوامل بتساهم في تجلط الدم. سماتها ايه؟ عباره عن بلازما بروتين النيتشر موستلي بيتا جلوبولين فورمد باي ذا ليفر. بلاقيهم بروتيوليتيك انزيمز بريزنت ان ذا بلاد ان 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 اكتف فورم. انا لسه بقول لك اهو، ده ال 12 ده ان اكتف بيتحول لاكتف 12، ال 11 ده ان اكتف بيتحول لاكتف 11، ال 9 ده ان اكتف بيتحول، يعني سلسله من الرياكشنز بلاقي بتبدا باكتيفيشن اللي هو الكلوتنج فاكتور،
الاكتيفيتد كولاتنج فاكتور بينشط اللي بعده واللي بعده ينشط اللي بعده وهكذا. يعني موجودين في الدم في الصوره ان اكتف. وين اكتيفيتد زي اكتيفيت اذر ان اكتف انزيمز هيؤدي الى كاسكيد اوف ري اكشن، سلسله من التفاعلات تعمل لك كلوت فورميشن، تعمل تكوين الجلطه. بنديهم ارقام لاتينيه من 1 ل 13، ده 1 وده 13، الاكس في راحه الثلاثه اللي واقفين دول يعني 13، والواحد اللي واقف ده 1. لكن في كلوتنج فاكتور ما فيش فاكتور 6، لان كان الاول كان في فاكتور 6، لكن مع الدراسات وتطور العلم اكتشف ان فاكتور 6 هو نفسه فاكتور 5، فما غيرناش الترتيب بس قلنا ما فيش فاكتور 6. الفاكتور اللي اتنشط نحط في روح حرف ايه، يعني ده كده اكتف 10. لما ابص على الصوره كده ادا الاكس ده في ريحه 2 يعني ده 12، اكس في ريحه 2 كده واقفين وفي روح حرف ايه، يبقى ده الاكتف، اكتف فاكتور 12. ده مثلا اكس اهو يعني 10، اكس وفي حرف ايه كابتا ايه سمول، يبقى ده اكتف 10. طب دول الكلوتنج فاكتورز. طب الانتي كواجرانت، كلمه انتي يعني مضاد، كواجرانت تجلط. ايه عوامل مانعه للتجلط؟ دي ار فاكتورز ذات بريفنت بلاد كلوت فورميشن. ماشي، بيشمل ايه؟ لازم اعرف الامثله دي لانها ممكن تتسال اكثر من متعدد او اكمل او صح وغلط. الهيبارين اكت از انتي كواجرانت، ان انا اقلل الكالسيوم في الدم، لان الكالسيوم بيعتبر كلوتنج فاكتور رقم 4. الكالسيوم كلوتنج فاكتور رقم كام؟ 4، اللي هي شرطه واقفه وفرحه 5 كده، يبقى ده فاكتور 4. طب بقلل الكالسيوم باي صوديوم سيتريت 3.8%، او ان انا اعمل كولكشن اوف بلاد ان سيليكون كوت تيوب، بجيب انابيب اختبار مغطاه بطبقه من السيليكون، يعني بتخلي التيوب سموث ناعمه، ما تبقاش راف سيرفيس، ما تنشطش الكلوتنج ميكانيزم. او ان انا اعمل كولينج اوف بلاد، وده فكره ان انا اخزن الدم في درجه حراره منخفضه في بنك الدم عند درجه حراره 4، لانها بتمنع التجلط. او ريموفال اوف فايبرينوجين باي ستيرنج ويز جراس رول، ان انا قلب الدم بايه؟ بساق من الزجاج، لان الساق من الزجاج ده يعتبر راف سيرفيس، فلما بقلب به بعمل ايه؟ بسحب الفايبرينوجين تمنع التجلط. يبقى الانتي كواجرانت فاكتور ذات بريفنت بلاد كلوت فورميشن، ممكن عن طريق الاديشن اوف ان انا اضيف الهيبارين انتي كواجرانت، او بقلل الكالسيوم باي صوديوم سيتريت 3.8% لان الكالسيوم ده كلوتنج فاكتور 4، او بعمل كولكشن اوف بلاد ان سيليكون كوت تيوب، او بعمل كولينج اوف بلاد او ريموفال اوف فايبرينوجين باي ستيرنج ويز جلاس روتس. طيب المشكله في البلاد كلوتنج مرض اسمه هيموفيليا. الهيموفيليا ده هيموراجيك ريسيسيف 6 لينكد ديزيز، ده مرض بيؤدي الى نزيف بيورث من خلال الاكس كروموزوم، بيتشال بواسطه الفيميل كاريد باي فيميل اند افكت ميل، يعني بيتشال بواسطه الستات لكن بيصيب الرجال. يعني ايه الكلام ده؟ ابص على الصوره اللي قدامي والصوره ب 1000 كلمه. لو انا عندي اهوت راجل اهو مريض بالهيموفيليا، الاكس كروموزوم الاحمر دوت ده هو اللي شايل المرض ده، والواي ما هوش شايل، يبقى هو مريض. اتجوز واحده سليمه، ما هيش كاريه، ما هيش شايله المرض. ولادهم الولاد كلهم هيبقوا سلام، لكن البنات هيبقوا كارير، شايلين المرض، شايلينه لكن الاعراض مش باينه. ما بيعانيش منه. طيب لو راجل سليم بقى اتجوز واحده شايله المرض، هتلاقي نص الولاد مرضى اهو، عيل مريض اهو وعيل سليم، ونص البنات كاريه شايلين المرض لكن ما همش مرضى، يعني الفيميل نوت افكت، هما بيبقوا كارير بس لكن ما بيبقوش مرضى، لكن اللي بيبقى مريض مين؟ الميل. الهيموفيليا دي بتبقى مصحوبه بسيفير بليدنج افتر تروما، ايفن ماينور تروما،
يعني لما يجوا يطهروا الطفل الصغير كده يعملوا له سيركمسيجن، يقول لك لا احنا نعمل له ايه؟ بليدنج تايم وكلوتنج تايم عشان نطمن ان مفيش فيه سرعه نزيف ومفيش فيه برولونجيشن للكلوتنج تايم اللي هنتكلم عنه حالا. طيب انواع الهيموفيليا ايه؟ في هيموفيليا A، هيموفيليا B، هيموفيليا C. تبعا من الكلوتنج فاكتور اللي ناقص. نحفظه زي اسامينا بتسيلو ام اس كيو، واختيار من اللي هو اختيار من متعدد وصح وغلط واكد. الهيموفيليا A سببها نقص كلوتنج فاكتور رقم 8. الفي دي فرقها 3 واقفين كده على اليمين معناها فاكتور 8. هيموفيليا بي نتيجة نقص فاكتور 9 اللي هو واحد واقف كده وفرحه اكس يعني 9. هيموفيليا سي نقص فاكتور 11 يعني اكس وفرحها على اليمين كده واحد واقف كده يعني ده 11. في حالة الهيموفيليا بلاقي الكلوتنج تايم از برولونجد. كلوتنج تايم انا قلت في البليدنج تايم ان في انجري وايه عملت مثلا بين بريك وايه وكل نص دقيقة بمسح بالايه؟ بفلتر بيبر لحد ما يتوقف النزيف ويزود كلوتنج. كلوتنج تايم لا ده انا عايز ان النزيف ان 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 الدم يتجلط. من الوقت اللي انا جمعت فيه الدم في تيوب في تيست تيوب لحد ما الدم اتجلط في التيوب ده بقول عليه كلوتنج تايم. تقريبا بيبقى من 4 ل 8 دقايق. وبلاقي كلوتنج تايم برولونجد في الهيموفيليا. طيب انا كده اتكلمت على الريد بلاد كورباسل، على الوايت بلاد سيل، على البليت. نتكلم على البلاد جروبس، فصائل الدم. البلاد جروبس بنقسمها بطرق كتير جدا، لكن اشهر حاجتين اكوردنج تو الاي بي او سيستم اوف بلاد جروبنج واكوردنج للار اتش سيستم. نقول الار اتش سيستم الاول اللي هو الريسس فاكتور. اكتشف هذا الفاكتور في الايه في الريسس مانكيز في افريقيا. فقال لك الناس بيتقسموا لنوعين، يا اما ار اتش بوزيتيف بي دول كلمتين وبس، ودول 85% من البوبيوليشن، ودول هاف ريسس انتي ريسس اجلوتينوجين او انتيجنز اون ار بي سيز ميمبرين، يعني على الغشاء بتاع الار بي سيز بلاقي سيرفيس انتيجن، اجسام معينه موجوده على الايه؟ بروتينات معينه موجوده على السيل ميمبرين بقول عليها ريسس اجلوتينوجين او انتيجن. دول في 85% من البوبيليشن من الناس وبقول على ار اتش بوزيتيف بيبل. طب في 15% من الناس ما بلاقيش الار اتش اجلوتينوجين ده على الار بي سيز فبقول عليهم ار اتش نيجاتيف بيبل. يبقى اكوردنج للار اتش سيستم في ار اتش بوزيتيف بيبل 85% من البوبيليشن وار اتش نيجاتيف 15% من البوبيليشن. طب اكوردنج تو الاي بي او سيستم بقسم البلاد جروبز لفور جروبز، بلاد جروب A، بلاد جروب B، بلاد جروب AB، بلاد جروب O. خلي بالك عشان بتصير ام اس بي واكمل ترو اور فولس. البلاد جروب A بلاقي عليها سيرفيس انتيجين A، والبلازما بلاقي فيها انتي بي اهو، يبقى بلاقي عليها سيرفيس انتيجين A والبلازما بلاقي فيها انتي بي، والبرسنتج بتاع البوبيوليشن 41% يعني معدل انتشارها في البوبيوليشن 41%. البلاد جروب بي بلاقي السيرفيس انتيجين بي، يعني انا بسمي البلاد جروب اكوردنج لايه؟ للسيرفيس انتيجين اللي موجود اللي هي الايه؟ البروتينات اللي موجوده سيرتن بروتين او سيرتن ستراكشر اكت از انتيجين اللي هو حاجه الجهاز المناعي بيعرفها على الغشاء بتاع الخليه. بسمي الار بي سيز تابعة لهذا السيرفيس انتج. لو هو بي والانتيبادي اللي موجود في البلازما انتي ايه يبقى دي بلاد جروب بي. وده بيمثل تقريبا 9% من البوبيليشن. طب لو لقيت السيرفيس انتيجين ايه وسيرفيس انتيجين بي على السيرفيس بتاع الار بي سيز وما لقيتش انتيبادز اجينست الاي بي او سيستم في البلازما معناها ان ديت بلاد جروب اي بي. طيب لو انا لقيت السيرفيس انتيجين مفيش لا فيه لا ايه ولا فيه ايه؟ بي. لكن البلازما فيها انتي ايه وانتي بي. دي بقول على بلاد جروب او او بلاد جروب زيرو. ايه المقصود بها زيرو؟ ان مفيش لا سيرفيس انتيجين ايه ولا بي. ودي بلاقيها الموست كومن 47%. يعني انا لو جبت عشوائيا كده 100 شخص اتوقع ان اكثرهم الاقيه الاو يليه الايه يليه البي يليه الاي بي. يبقى انا لو جيت ارتب البلاد جروبس according to their popularity in the population
يعني للشهره بتاعتهم او الديستريبيوشن في البوبوليشن، هي اكتر واحده مين؟ البلاد جروب او، يليها A، يليها B، يليها AB. O A B A B اهي، O A B A B. طيب مرض مهم جدا مشهور اسمه اريثروبلاستوزيس فيتالز. ايه الحكايه؟ كان من يجي 30 40 سنه كان يقول لك ايه، نعمل فحوصات الجواز مثلا، لو الواحده ار اتش نيجاتيف ما تتجوزش الا واحد ار اتش نيجاتيف، ما تتجوزش واحد ار اتش بوزيتيف. ليه يا سيدي؟ قال لك لانه ممكن يؤدي خلفتهم كلها تموت. ليه يا سيدي؟ قال لك لان في مرض اسمه اريثروبلاستوزيس فيتاليس. ايه الاريثروبلاستوزيس فيتاليس دي؟ قال لك خلي بالك، لو الاب ار اتش بوزيتيف اتجوز واحده ار اتش نيجاتيف، انجبوا عيل، العيل وهو لسه في بطنه اثناء الحمل كان ار اتش بوزيتيف، ساعه الولاده شويه دم من الطفل الاولاني دوت هينتقل للام من خلال البلاسينتا، ساعه ما البلاسينتا تيجي تقع شويه دم هيختلط من دم الطفل لدم الام فيكون اجسام مضاده جوه الام، اتكونت اجسام مضاده. في الحمل اللي بعد كده لو العيل اللي اتولد اللي في بطن امه ده ار اتش بوزيتيف برضه، الاجسام المضاده هتعدي البلاسينتا لانها اميونوجلوبولين جي اللي هي سمول مولكولار ويت وتقدر تعدي البلاسينتا، هتروح للجنين وتحصل انتيجين انتي بادي رياكشن تدمر الار بي سيز بتاعه، تعمل له هيموليسيس، فالعيل ينزل عنده انيميا وممكن يبقى جوندست وممكن ربنا يكرمه ينزل ميت. الحاله دي بيقول عليها اريثروبلاستوزيس فيتاليس، ان في مشكله في الار بي سيز، تكسير الار بي سيز نتيجه ايه؟ في مشكله في الار اتش سيستم. يبقى نقراها واحده واحده في الباسو فيسيولوجي اهو، هو ار اتش بوزيتيف ميل اتجوز ار اتش نيجاتيف في ميل والعيل الاولاني كان ار اتش بوزيتيف. قال لك اونلي ديورنج ديليفري اثناء الولاده لارج نمبر اوف ار اتش بوزيتيف فيتال ار بي سيز انتر سيركوليشن اوف ذا ماس، هيدخل للام اند سنسيتايز هير اميون سيستم تو بروديوس انتي ار اتش انتي اجلوتينين او الانتي دي اجلوتينين اللي هي ايه؟ اجسام مضاده ضد الار اتش سيستم اللي هي نورمالي مش موجوده، فكده بقى في جسمها انتي دي او انتي ار اتش انتي بادز. دورينج ذا فولوينج بريجنانسي في الحمل الثاني، ذيس انتي بادز اللي هي اميونوجلوبولين جي اللي هي سمول مولوكولار ويت كروس بلاسينتا تو ار اتش بوزيتيف سكند فيتس، لو العيل الثاني كان ار اتش بوزيتيف هيؤدي الى اجلوتينيشن اوف هيز ار بي سيز اند هيموليس. اجلوتينيشن يعني ايه؟ يعني الار بي سيز تمسك في بعضها ويحصل هيموليسيس، كلامبنج اوف ار بي سيز ويحصل هيموليسيس، وبالتالي العيل الثاني او الثالث او الرابع او الخامس لو هو ار اتش بوزيتيف بيعرض انه ينزل انيميك جوندست، يعني عنده الصفرة اكسس انفورميشن او بيلروبين نتيجه تكسير الار بي سيز اللي بزياده، والبيلروبين هنا يدخل على البرين هيعدي البلاد بلاسينتا البارير بتاع الفيتس وممكن يدمر البرين حاجه اسمها ترنكترس، والعيل ربنا يكرمه ينزل ميت بورن ديد. قال لك يوجوالي الفيرست بيبي شودنت بي افكت، يعني الطبيعي ان العيل الاولاني ما يتاثرش الا امتى؟ العيل الاولاني يبقى عنده مشكله امتى؟ اف ذا ماذر از سنسيتايزد باي بريفيوس ترانسفيوجن اوف ار اتش بوزيتيف بلاد، يعني مثلا الام دي احتاجت نقل دم واتنقل لها دم ار اتش بوزيتيف، هي ار اتش نيجاتيف، فيتكون جواها جواها اجسام مضاده، فالعيل الاولاني في الحاله ده هي هيتاثر بالاجسام المضاده اللي اتكونت داخل ام. يبقى دي الباسو فيسيولوجي اوف اريثروبلاستوزيس فيتاليس. طب نمنعها ايه؟ كنا بنقول من 30 40 سنه الست الار اتش نيجاتيف ما تتجوزش الا واحد ار اتش نيجاتيف، لا دلوقتي اتحلى، لكن نقول ايه؟ ان الار اتش نيجاتيف فيميل شود نيفر ريسيف ار اتش بوزيتيف بلاد، يعني لو احتاجت نقل دم لازم اركز ان تاخد ار اتش نيجاتيف بلاد. تاني حاجه الايام دي بقى اتحلت المشكله، بقى لو واحد ار اتش نيجاتيف ممكن تتجوز واحد ار اتش بوزيتيف ومفيش مشكله خالص. ليه؟ وين ذيس فيميل ديليفر ذا فيرست ار اتش بوزيتيف فيتاس
بندي اجسام مضاده انتي دي انتي باديز ار جيفن تو ذا ماذر ديورينج 48 اورز افتر اتش ديليفري. يعني بعد كل ولاده في خلال 48 ساعه بنديها اجسام مضاده للاجسام المضاده اللي عندها او اجسام مضاده للار بي سيز اللي اتنقلت عندها. يبقى انتي دي انتي باديز بنديها لها عشان تكسر الايه الار بي سيز اللي اتنقلت لها. خلاص كلام جميل. يبقى بالتالي في خلال 48 ساعه افتر اتش ديليفري بندي الام حقنه انتي دي انتي باديز تو نيوترلايز الدي انتيجين اوف فيتال ار بي سيز ترانسميتد تو هير وبالتالي بريفنت الفورميشن اوف ار اتش انتي باديز. طيب العيل اللي نزل بقى وعنده سيفير انيميا وجوندس ما لحقناش نمنعه بنعمل جراديوال ريبليسمنت اوف بلاد اوف ذا بيبي ويز ار اتش نيجاتيف جروب او لان دي بقول عليها يونيفرسال دونر. الار اتش نيجاتيف او بلاد جروب دي يونيفرسال دونر دي بتدي الدم لاي بلاد جروب ودي حاجه اسمها اكستشينج ترانسفيوجن. يبقى انا كده عرفت الاريثرو بلاستوزيس في تالس. اخر موضوع لنا النهارده اللي هي البلاد ترانسفيوجن عمليه نقل الدم مهمه جدا من اهم اهداف المحاضره. محتاج اعرف الانديكيشن بتاعتها. اي واحد ماشي في الشارع اقول له تعالى انقل الدم البريكوشن الاحتياط اجيب اي دم من اي حته زي ما بنشوف في الافلام يقول لك والله وجدوا ان الدم ده نادر مش موجود الا عند فلان قاموا موصلين دم الدم اللي ده على طول. لا طيب ايه التشنجز اللي بتحصل في الستورد بلاد في بنك الدم؟ طب وايه الكومبليكيشنز اوف بلاد ترانسفيوجن؟ خلينا نبدا بالانديكيشنز. مين اللي محتاج نقل دم؟ لو واحد عمل حادثه وفقد دم كتير يعني فقد اكتر من 30% من كميه الدم اللي عنده يعني هو عنده مثلا 5 لتر اكتر من 30% من ال 5 لتر دول فقدهم في الهيمورج. يعني انا لما اقول مثلا 5000 مل في 30 على 100 يبقى تقريبا لو فقد اكتر من 1500 مل او لو في سيفير انيميا الهيموجلوبين اقل من 7 جرام بير ديسيليتر يعني الطبيعي انه يكون مثلا 15 جرام بير ديسيليتر لا تقل من النص. او لو انا محتاج اعمل ريستور للبلاد كونتنت استعيد مكون معين من الدم يعني مثلا في سيفير انيميا ومحتاج انقل ايه باكد ار بي سيز انقل ار بي سيز بس انا ممكن انقل مكون من مكونات الدم. او حاله بيربرا ان البليتلت قليله جدا وعايز انقل البليتلت. او هيموفيليا وكلوتنج فاكتور قليل وعايز انقل كلوتنج فاكتور بس. يعني خلي بالك في البلاد ترانسفيوجن انا ممكن انقل الدم ككل او ممكن انقل مكون بس من الدم. يعني ممكن انقل ار بي سيز بس، ممكن انقل صفائح دمويه بس، ممكن انقل كلوتنج فاكتورز بس. طب ايه تاني؟ لسه قايل في الاريثروبلاستوز في تالس العيل اللي اتولد دهوت واخوه اللي اكبر منه الاولاني كان عمل اجسام تسبب في اجسام مضاده عند امه فالعيل التاني ده نزل انيميك وسيفيرلي جوندس فانا محتاج اعمل اكستشينج ترانسفيوجن. او التسمم بغاز اول اكسيد الكربون محتاج انا اعمل ايه؟ احسن من الاكسجين كارينج كاباستي بتاعت الهيموجلوبين. عايز اتخلص من الكربون مونوكسيد دوت اللي مسك في الهيموجلوبين ومش عايز اسيبه. يبقى دي الانديكيشنز بتاعت البلاد ترانسفيوجن. طب الاحتياطات البريكوشنز في احتياطات خاصه بالشخص اللي انا اخد منه الدم اللي هو البلاد دونر. في احتياطات خاصه باللي هيستقبل الدم اللي هو اللي محتاج الدم. وفي احتياطات خاصه بالدم نفسه. مين المتبرع؟ لازم يكون سنه في حدود من 18 ل 60 سنه، يعني مش هجيب واحد عنده 5 سنين واقول له تعالى اخد منك دم. لازم يكون وزنه مثالي ازيد من 55 كيلو جرام. ما اجيبش واحد عنده 20 كيلو واقول له تعالى هاخد منك دم. لازم البلاد بريشر يكون نورمال. الهيموجلوبين برسنتج والهيموجلوبين كونتنت يكون ايه على الاقل 13 جرام بير ديسيليتر والبرسنتج بتاع الهيموجلوبين ازيد من 90%. الهيماتوكريت فاليو تكون ازيد من 40%. الهيماتوكريت فاليو لما بقسم البلاد فوليوم الار بي سيز فوليوم على البلاد فوليوم بتديني قيمه الهيماتوكريت فاليو دي.
اللي هي بتقدر تدي له فكره عن الانيميا. الطبيعي في الهيماتوجيت فاليو انها تكون ازيد من 40%، فانا عايز ان ما يكونش عنده سيفير انيميا، سيفير انيميا يبقى الهيماتوجيت فاليو ازيد من 40%. لازم يكون فري فروم انفكشوس ديزيز، يعني ما اجيبش واحد عنده الايدز ولا فيرال هيباتيتس بي ولا سي واقول له تعالى خد منك دم. Didn't donate blood for at least previous 3 months. يعني لازم يكون عدى 3 شهور من اخر مره ادى دم، يعني ما فيش واحد قاعد كل اسبوع يتبرع بشويه دم، ما ينفعش. يبقى لازم يكون ما بين التبرع والتاني 3 شهور. دي العوامل الخاصه بالمتبرع. طب مستقبل الدم، لازم البلاد جروبز ار كومباتبل. كومباتبل يعني ايه؟ يعني واحد بلاد جروب ايه ممكن ياخد دم من مين؟ لو هو ايه بوزيتيف ياخد من نفسه ايه بوزيتيف او ايه نيجاتيف او الاو بوزيتيف او الاو نيجاتيف. طب خلينا افهم الحته دي اكتر، يعني ايه كومباتبل بلاد ترانسفيوجن ويعني ايه كومباتبل بلاد ترانسفيوجن. قال لك خلي بالك، انا عمليه البلاد ترانسفيوجن علاقه ما بين حاجتين، الدونر والريسيبيان، معطي الدم ومستقبل الدم. قال لك الريسيبيانت بلازما شود انت كونتين انتي بوديز او اجلوتينين اجينست الدونر ار بي سيز. يعني الدونر انا ببص على الانتيجين اللي عنده، والريسيبيانت ببص على الانتي بودي. لو واحد دونر فصيله دمه ايه هيبقى الاجسام المضاده عنده انتي بي، لو واحد ريسيبيانت فصيله دمه ايه بي، يعني سيرفيس انتيجين ايه هو بي وما عندوش انتي بوديز. انا قلت القاعده بتقول ايه، ان الدونر هبص على الانتيجين والريسيبيانت هبص على الانتي بودي. طب هنا الانتيجين في الدونر ايه وما فيش انتي بودز، يبقى ده سهل ننقل، ده سليم ما فيش عنده مشكله، ده كومباتبل بلاد ترانسفيوجن. ممكن انقل دم من واحد فصيله دمه ايه لواحد فصيله دمه ايه بي. طب ان كومباتبل ما ينفعش في ايه؟ لو انا خدت المثال الثاني ده، لو انا واحد دونر فصيله دمه اي بي، يعني عنده سيرفيس انتيجين اي وسيرفيس انتيجين بي، وواحد فصيله دمه او، يعني الانتي بودز اللي عنده انتي اي وانتي بي، يبقى الدونر لو كان اي بي ما استحاله ان انا ادي للايه؟ للريسيبيانت او. ليه؟ لان هيبقى الدونر عنده السيرفيس انتيجين اي وبي، والريسيبيانت عنده انتي اي وانتي بي، هيتفاعلوا مع بعض يحصل انتيجين انتي بادي رياكشن والار بي سيز تتكسر والبني ادم ممكن يموت فيه او يحصل مضاعفات زي ما اتكلم عنها. يبقى كومباتبل بلاد ترانسفيوجن معناها ان السيرفيس انتيجين اللي عند الدونر لا يتفاعل مع الانتي بادي اللي موجود في الريسيبيانت بلاد. وبالتالي في مصطلحين ما تنساوش زي اسمك بتسوي كتير ام اس كيو، ان البلاد جروب او is a universal donor، ده معطي عام ممكن يدي يتبرع لاي حد. وانت مغمض شوف واحد بلاد جروب او، هات دم بلاد جروب او اديه بقى لاي حد، بالذات لو بلاد جروب او نيجاتيف، يعني هو بلاد جروب او وما عندوش الار اتش سيرفيس انتيجين كمان. ليه؟ لان الار بي سيز في الحاله دي كنتين نو انتيجين، ما انا قلت الدونر انا ببص على السيرفيس انتيجين. يبقى بلاد جروب او از ا يونيفرسال بلاد دونر، بينما البلاد جروب اي بي از ا يونيفرسال بلاد جروب بلاد ريسيبيانت، يعني ممكن يستقبل دم من اي حد. ليه؟ لان الريسيبيانت انا ببص على البلازما بشوف الانتي بادي اللي فيه، فبلاد جروب اي بي ما عندوش انتي بادز، فانا مش خايف من رياكشن اخد من اي حد. ولذلك دايما انا بقول ان البلاد جروب او شمعه تحترق من اجل الاخرين، يدي للناس كلها لكن ما ياخدش الا من نفسه بس، بينما الاي بي اناني ياخد من الكل وما يديش الا لنفسه. افتكر دي مهمه جدا. يبقى بالتالي من البريكوشنز ريليتد للبلاد ريسيبيانت البلاد جروب كومباتبيلتي. تاني حاجه بعمل بلاد جروبنج كونفيرميشن بحاجه اسمها دبل كروس ماتش، يعني انا بجيب الدم بتاع عينه من دم العيان اللي هو الريسيبيانت وعينه من دم الدونر، وبعمل ميكسنج مع بعض، بعمل ميكسنج للبلازما بتاع الريسيبيانت مع الايه؟ مع الار بي سيز بتاع الدونر، وميكسنج من الار بي سيز بتاع الريسيبيانت والبلازما بتاع الايه؟ الدونر، واشوف بقول على دبل كروس ماتش. احنا في بنوك الدم في الغالب بنجيب عينه دم من الدونر ونحطها على عينه دم من الريسيبيانت نشوف يحصل كلامبنج ولا لا.
يعني ايه؟ اجلوتينيشن ولا اللي هو الانتيجين انتي بادي رياكشن، مش حكايه كلوتنج، انتيجين انتي بادي رياكشن. يحصل كلامبنج. يبقى انا دلوقتي بقى ايه؟ بحط العينتين على بعض واشوف يحصل كلامبنج او اجلوتينيشن ولا الار بي سي يحصل انتيجين انتي بادي رياكشن ويحصل كلامبنج ولا لا؟ او اجلوتينيشن يتجمعوا يعني. طيب يبقى في فرق شاسع بين كلمه اجلوتينيشن وكو اجوليشن او كلوتنج. اللي انا بتكلم عليه في البلاد ترانسفيوجن هنا والبلاد جروب هنا اسمها ايه؟ اجلوتينيشن او كلامبنج، ان الار بي سي تتجمع مع بعضها وترابشن. طب بريكوشنز ريليتد للترانسفيوزد بلاد، انت من نفسه. بلاد ستورج والبلاد بانك بنخزنه عند درجه حراره 4 لمده لا تزيد عن 21 يوم لان بيحصل فيه تغيرات. ايه التغيرات اللي بتحصل في الدم اللي متخزن في بنك الدم؟ بيزيد البوتاسيوم في البلازما. ليه؟ لان الصوديوم بوتاسيوم بامب انهبيتد باركود. كل خلايا في جسمنا فيها مضخه كده اسمها صوديوم بوتاسيوم بامب، بتخرج الصوديوم من داخل الخلايا لبره وتدخل البوتاسيوم من خارج الخليه لجوه، وده مهم جدا في النورمال فانكشن اوف سيل. في الكولد لما انا عاين الدم في بنك الدم في درجه حراره منخفضه، الكولد ده بينهبت الصوديوم بوتاسيوم بامب، فبلاقي البوتاسيوم بره الخليه كتير، البلازما كتير، فبيزيد في البلازما. طيب ايه تاني؟ بيقل ايه في الدم الستورد بلاد؟ بيقل الار بي سي كاونت، لان الار بي سي مع الوقت بيحصل لها سويلنج وتبقى سفيريكال وبتربشر، بيحصل لها هيموليس. بيقل البليتلت كاونت، ليه؟ لان البليتلت لايف سبان صغير، ده 5 ل 10 دايز. بيقل بعض الكلوتنج فاكتور زي ايه؟ زي فاكتور 7 وفاكتور 8 وفاكتور 9 بيستهلكها او بيحصل لهم انهبيشن مع الاكسبوجر تو كول. بيقل الديكستروز، ليه؟ لانه بيستهلك بيتحول للاكتيك ايه؟ اسيد. بيقل حاجه اسمها 2 3 بيفوسفو جليستريت، فبتزيد الايه؟ الهيموجلوبين افينيتي تو اوكسجين، بيمسك في الاكسجين بيديه اسنان، فبيقل الاكسجين سبلاي تو ذا ايه؟ بيشنت، فيحصل هايبوكسيا. يبقى دي التشينجز اللي بتحصل في الستورد بلاد في الايه؟ في البلاد بانك، ان بيزيد البوتاسيوم في البلازما، بيقل الار بي سي كاونت، بليتلت كاونت، فاكتور 7 و8 و9 بيحصل لهم انهبيشن بالكولد اكسبوجر، و الديكستروز بيقل، والاثنين ثلاثه ضيفوسفو جليسريت بيقل. طيب من البريكوشنز للترانسفيوز بلاد نفسه، البلاد باك كيس الدم ده، كيس الدم لو هو 500 مللي ما بقاش 500 مللي دم، هو تقريبا قول مثلا 330 مللي مثلا دم و120 مللي حاجات ثانيه مفيده للدم نفسه زي صوديوم سيترين كانتي كواجلانت يمنع تجلط الدم، اسيتريك اسيد يقلل البي اتش بتاعت الدم مهمه، وديكستروز كنيوتريشن للار بي سيز. الحاجه المهمه جدا البلاد قبل ما انقله للعيان، يعني انا لما اجيب الدم بقى من بنك الدم، كنا في الامتياز مثلا نيجي نروح نجيب الدم من بنك الدم نروح عشان العيان محتاجه، يقول لك دفيه حطه كده تحت البلط وانت ماشي عشان يدفى شويه عشان يتنقل للعيان دافي ما يتنقلش بارد. يعني لو اتنقل بارد هيبقى البلازما فيها بوتاسيوم كتير فتعمل له هايبر كاليميا. فلازم ندفي الدم قبل ما نعمل الترانسفيوجن علشان امنع زياده البوتاسيوم في الدم. ليه؟ لان بلاد ورمنج بينشط الصوديوم بوتاسيوم بامب فترجع تشتغل وتدخل البوتاسيوم بداخل الخليه. يبقى ديت الاحتياطات الخاصه بالبلاد ترانسفيوجن سواء في البلاد دونر او الريسيبيانت مستقبل الدم او في الدم ايه نفسه، واتكلمنا على التشينجز ذات اوكر ان ستورد بلاد، واتكلمنا على الكومباتبل والانكومباتبل بلاد ترانسفيوجن. طب ايه هي بقى الكومبليكيشنز اوف انكومباتبل بلاد ترانسفيوجن؟ يعني لو واحد فصيله دمه ايه واتهبلنا ونقلنا منه دم لواحد فصيله دمه بيه، دي كارثه، لان انكومباتبل بلاد كده هيحصل ايه؟ انتيجين انتي بادي رياكشن. الار بي سيز بتاعت البلاد جروب ايه؟ هتمسك في الانتي بادز اللي هي ايه بتاعت الريسيبيانت ويحصل انتيجين انتي بادي رياكشن، والار بي سيز يحصل فيها كلامبنج او اجلتينيشن تتجمع مع بعضها.
يبقى كلامبد ار بي سيز ريسيفد فروم ذا دون. طيب الار بي سيز اللي اتكتلت وعملت كتل وحتت ديت هتقفل السمول بلاد فيسل. لما تعمل بلوكج للسمول بلاد فيسل هيقل البلاد سبلاي للتش فيحصل اسكيميك بين، الم اسكيميك بين ان شيست اند باك في الصدر وفي الظهر. والكلامبد ار بي سيز دي ممكن تنفجر يحصل رابشر فيحصل ريليز للهيموجلوبين اللي في جواها للبلازما. الهيموجلوبين لما يزيد في البلازما بيزود لزوجه الدم، يزود البلاد فيسكوست لزوجه الدم، زادت هيزيد الكاردياك وورك، شغل القلب يزيد، انا عايز اضخ الدم، لما يكون الدم لازق بالزياده هيبقى شغل بالزياده فيحصل هارت فيلير، فشل في اداء وظائف القلب. اما الهيموجلوبين يطلع من الار بي سيز هيتكسر ويعمل لي بيليروبين فيحصل هيموليتيك جوندس، صفره نتيجه تكسير الار بي سيز. اما البيليروبين يطلع ويروح للكيدني هيتفاعل مع الاسيد والهيدروجين ايون اللي موجود في الكيدني ويكون لي حاجه اسمها اسيد هيماتين اللي هيترسب في التيوبيولز بتاع الكيدني فيعمل رينال فيلير، اكيوت رينال فيلير. الار بي سيز اللي هتنفجر دي ممكن تريليز فازو كونستريكتور توكسيك سبستانس من جواه فتعمل سيفير رينال فازو كونستريكشن فتعمل اكيوت رينال فيلير، او تعمل ريليز لفازو دايليتور سبستانس زي الهيستامين فتعمل سيفير فازو دايلاتيشن الاوعيه الدمويه توسع قوي فتقلل ضغط الدم يحصل هايبوتنشن ضغط الدم يقل. يبقى بالتالي لو حصل انكومباتبل بلاد ترانسفيوجن العيان ممكن يعاني من اسكيميك بين ان شيست اند باك، ممكن يحصل هارت فيلير، ممكن يحصل هيموليتيك جوندس، ممكن يحصل اكيوت رينال فيلير، ممكن يحصل هايبو تنشن. جمعتهم لك اهوت 1 2 3 4 5 وكل واحده الميكانيزم بتاعتها ايه. طيب ايه كومبليكيشنز اوف كومباتبل بلاد ترانسفيوجن؟ كومباتبل يعني ايه؟ يعني مثلا دم نقلينه سليم، واحد بلاد جروب بي نقلنا دم لواحد بلاد جروب بي، يعني الدونر بي والريسيبيانت بي، ده كومباتبل بلاد ترانسفيوجن. طب المشاكل تنشا نتيجه ايه؟ ان انا ممكن انقل ابنورمال كونتنت ان ذا ترانسفيوز بلاد، او انا بجامل بقى فديت ماسيف بلاد ترانسفيوجن كميه زياده عن اللزوم، يعني هو محتاج كيس دم اديته خمس اكياس. واحد صاحبي جاي لي وانا شغال في بنك الدم قال لي يا دكتور انا معايا حاله ومحتاج لها كيس دم. قول يعني اقول له طلبك يعني ما يعني انت جاي في ايه؟ كيس ايه يا عم؟ ولا هي ماشيه الا لما تاخد ست اكياس. يا عم انت مش محتاج الا كيس، لا اداله بزياده حصل ماسيف بلاد ترانسفيوجن. فالابنورمال كونتنت في الترانسفيوز بلاد ممكن تنقل ايه؟ بلاد انفكتد مثلا في ديسيز ترانسميشن ممكن ينقل ايدز وهيباتيتس بي وسي، او الدم منقول كونتامينيتد ملوث ببكتيريا فنعمل بلاد كونتامينيشن وفيفر. ممكن يحصل الرجيك رياكشن حساسيه باي سنسيتايزيشن اوف تيشو انتيجين اللي موجود في الوايت بلاد سيل والبليتلت. انا لما بنقل الدم مش بنقل ار بي سيز بس، ما انا بنقل وايت بلاد سيل وبنقل بليتلت ممكن يعملوا سنسيتايزيشن او الرجي. طب صاحبنا بقى اللي الحاله محتاجه كيس اداها خمس ست اكياس، عمل ماسيف بلاد ترانسفيوجن نقل كميه دم مهوله، ايه المشكله؟ هيعمل فوليوم اوفرلود، يعني ايه؟ السيركوليشن بقت مليانه دم، بلاد فوليوم زاد قوي. طب ما ده حمل على القلب، انا عندي موتور قوته انه يضخ لي كام لتر ميه، عندي مكنه كهرباء قوتها انها تقيد لمبتين بس، فانا بشغل عليها خمس ادوار مش هتشتغل فيحصل هارت فيلير، او يحصل ايرن اوفرلود ان بنقل كميه دم كبيره قوي عرضه للار بي سيز تتكسر والهيموجلوبين هيطلع يتكسر وهيزيد الايرن في الدم فيحصل ايرن اوفرلود، كميه الدم الايرن في الدم تعلى. او مثلا بلاد ترانسفيوجن ار بي سيز كتير تتكسر فيطلع البوتاسيوم يزيد في الدم فيحصل هايبر كاليميا فيحصل ايه؟ حاجه اسمها اريزميا، دقات القلب تتلخبط. وبالتالي مهم جدا ان انا اعمل ورمنج اوف ذا بلاد بيفور بلاد ترانسفيوجن علشان اعمل اكتيفيشن للصوديوم بوتاسيوم بامب واعمل ريستورنج للبوتاسيوم انتراسيلولا. ان اعمل ماسيف بلاد ترانسفيوجن بيزيد تكوين الايه؟ البيكربونات، لان الستريت الصوديوم ستريت بتروح على الليفر وتتحول لبيكربونات فيحصل الكالوزس، الدم يبقى الكالاي، البي اتش تعلى. الالكالوزس بتقلل الايونايزد كالسيوم، بترسب الايونايزد كالسيوم فيقل الايونايزد كالسيوم فيحصل تيتاني، والتيتاني ده يعني ايه؟
زياده increased neuromuscular هايبر اكسايتابيلتي، العضلات بتشتغل بالزياده، توصيل الوردات العصبيه بيحصل بالزياده، فممكن يحصل تشنجات نتيجه ايه؟ نتيجه نقص الكالسيوم. او يحصل ديفيوز انترافاسكولار كواجولوباثي، يحصل نتيجه ايه؟ ان الدم الكتير اللي اتنقل ده هينشط الكلوتنج فاكتورز، فتعمل بلاد كلوت بطريقه مهوله، تستهلك البلاد كلوتنج فاكتورز زي الفايبرينوجين، فالبلاد كلوتنج فاكتورز قلت، فبالتالي الشخص يبقى عرضه للبليدنج، يبقى في بليدنج تندنس، عنده ميول ان يحصل نزيف. يبقى انا كده اتكلمت على البلاد ترانسفيوجن ككل، عرفت الانديكيشن البريكوشن التشنجز اللي بتحصل في الستورد بلاد والكومبليكيشن، وفي الكومبليكيشن عرفت الكومباتبل بلاد ترانسفيوجن بيحصل فيه ايه والانكومباتبل بلاد ترانسفيوجن بيحصل فيه ايه. يبقى تو سمرايز الكلام اللي اتكلمت عنه النهارده، اتكلمت على الفاكتورز افكتنج اريثروبويسيس، اتكلمت على التايبس والفانكشنز اوف وايت بلاد سيل، اتكلمت على الفانكشنز بتاعت البليتلت، عرفنا يعني ايه بيربرا والكوزس بتاعتها ايه، اتكلمنا على الاريثروبلاستوزس فيتاليس، اتكلمنا على البلاد ترانسفيوجن، عرفنا الانديكيشنز البريكوشنز الكومبليكيشنز، وعرفنا التشينجز اللي بتحصل في البلاد الستورد بلاد في البلاد بانكس. ناخد بعض امثله لاسئله الام اس كيو اولد، مهم جدا نركز يا جماعه، مذاكره من غير الا اسئله يبقى بلاش اي قيمه. احل كتير اسئله ام اس كيو تثبت المعلومه، والاسئله اللي بنحطها مهمه جدا، تثبيت معلومه واسئله ممكن تيجي منها اسئله في الاند اكزام. اول سؤال بيقول لي ان فيتس ار بي سيز ار فورمد ان ويتش ستراكشر؟ طبعا ها فكر الليفر، يعني انا هقول السؤال وهقول الاجابه، انت فكر وقبل ما تسمع الاجابه جاوب انت وشوف الاجابه صح ولا غلط. سؤال بعد كده اريثروبيتين از فورمد مين باي ويتش اورجان؟ طبعا مين؟ الكدن 85%. سؤال بعد كده هايبوكسيا انكريز ار بي سيز فورميشن باي انكريزز ويتش هرمون؟ ممتاز اريثروبيتين. سؤال بعد كده هيموجلوبين هاز ويتش فيتشر؟ الهيموجلوبين عباره عن ايه؟ ها فكر، ريد بيجمنت ان ار بي سيز هو اللي بيدي الكالر الريد كالر للبلاد. السؤال اللي بعد كده فيتامين بي 12 از ابزوربد فروم ويتش ستراكشر؟ ها ممتاز الاليم اللور اليم او التيرمينال اليم. السؤال اللي بعد كده انترنسك فاكتور از سيكريتد فروم ويتش ستراكشر؟ شاطر اللي هي مين؟ الاستومك. السؤال اللي بعد كده ها deficiency of which vitamin causes anemia that is associated with neurological manifestation؟ مين؟ شاطر اللي هو فيتامين بي 12. السؤال اللي بعد كده which of the following is the normal total leukocytic count؟ كام؟ فكر ها شاطر، رقم سي اللي هي 4000 لكل مليمتر مكعب. السؤال اللي بعد كده which of the following is the most numerous white blood cell؟ ها رقم سي نيتروفيلز. السؤال اللي بعد كده which of the following is the least numerous white blood cells؟ رقم دي اللي هي البيزوفيلز. السؤال اللي بعد كده which of the following is the normal arrangement of white blood cells according to their count؟ فكر، هتلاقي اكتر واحده مين؟ النيتروفيلز، يليها الليمفوسايتس، واقل واحده البيزوفيلز، يبقى رقم سي. السؤال اللي بعد كده which of the following are non granulocyte white blood cells؟ مين؟ رقم ايه؟ الليمفوسايتس. السؤال اللي بعد كده which of the following means that white blood cells squeeze themselves through the pores of the healthy capillaries to outside؟ ممتاز، مين؟ diabetes، اللي رقم ايه؟ السؤال اللي بعد كده which of the following means the power of leukocyte to engulf and destroy foreign materials as bacteria؟ مين؟ ها شاطر، رقم دي اللي هي الفاجوسايتوز، بقى كولب بتاكل الايه؟ البكتيريا وتدمرها. السؤال اللي بعد كده which of the following white blood cells are increased in parasitic infection؟ مين؟ شاطر اللي هي رقم دي الايزينوفيلز. السؤال اللي بعد كده which of the following white blood cells release histamine and heparin؟ اللي هي رقم A اللي هي البيزوفيلز. السؤال اللي بعد كده which white blood cells are responsible for antibody mediated immunity؟ مين؟ فكر شاطر اللي هي مين؟ البي ليمفوسايت. السؤال اللي بعد كده which white blood cells are responsible for cell mediated immunity؟ مين؟ ممتاز رقم A اللي هي التي ليمفوسايت. السؤال اللي بعد كده which of the following is the normal platelet count؟ رقم C 300,000 لكل مليمتر مكعب. السؤال اللي بعد كده which of the following is the normal thrombocyte life span؟ عمرها الافتراضي قد ايه؟ ممتاز رقم B
بي اللي هي 10 دايز. السؤال اللي بعد كده which of the following is the most numerous blood group according to ABO system اللي هي blood group O. شوف العظمة بتاعت ربنا البلاد جروب اللي تدي للكل اللي هي شمعة تحترق من أجل الآخرين ربنا مخليها لنا أكتر حاجة زي الهوا ربنا مخليه لنا ببلاش ده لو كان بفلوس كانت الناس إيه موتت بعضها على النفس. السؤال اللي بعد كده which percentage out of the population represents RH positive people شاطر اللي هي رقم C 85%. السؤال اللي بعد كده incompatible blood transfusion causes which of the following ممتاز رقم بي اسكيميك بي. السؤال اللي بعد كده ماسيف كومباتبل بلاد ترانسفيوجن كوزز ويتش اوف ذا فولوينج ها شاطر اللي هي رقم بي هايبوكالسيميا وتؤدي لتيتان. السؤال اللي بعد كده بلاد ترانسفيوجن از انديكيتد ان ويتش كونديشن ممتاز ويز ماركت ديكريز ان بليتليت كاونت ممكن نعمل بلاد ترانسفيوجن وبعمل مينلي بليتليت ترانسفيوجن. السؤال اللي بعد كده ويتش اوف ذا فولوينج از ا بريكوشن for blood transfusion ايه في الحاجات اللي جايه دي احتياطي للبلاد ترانسفيوجن رقم A the blood transfused is free from infectious diseases. السؤال اللي بعد كده stored blood in blood banks has increased in which of the following ها ممتاز رقم B البوتاسيوم ليفل بيحصل هايبر كاليميا. السؤال اللي بعد كده which of the following is a complication of incompatible blood transfusion incompatible ممتاز اللي هي مين اكيوت رينال فيلير. السؤال اللي بعد كده which blood group has surface antigen B and antibody anti A in plasma انا قلت بسميها تبع للsurface antigen يبقى دي blood group B. السؤال اللي بعد كده which blood group is a universal blood donor مين اللي شمعة تحترق من اجل الاخرين اللي هي blood group O. اما لو قلت مين ال universal blood recipient الاناني اللي ما بيحبش الا نفسه اللي هو بلاد جروب اي بي وسبحانك يا رب الاناني اللي ما بيحبش الا نفسه اللي بياخد من الناس كلها وما بيديش لحد اللي هي الاي بي اقلهم على الاطلاق 3% من البوبيوليشن. السؤال اللي بعد كده ترو اور فولس هنجاوبه مع بعض. اول واحد ار بي سيز لايف سبان 15 دي لا ده 120 الهيموجلوبين كونتنت 34% من الار بي سيز كاونت صح. الايرن ان هيموجلوبين از ان ذا فيريك فورم غلط في الفيرس فورم مش فيريك. السؤال بعد كده ان تشيلدرن ار بي سيز فورميشن اوكيرز ان ذا ليفر لا في البون مارو. الريثروبويتين هرمون انكريز ار بي سيز فورميشن صح. بوليسايسيميا انكريز بلاد فيسكوستي صح. ايرن ديفيشنسي كوز ماكروسيتيك انيميا غلط مايكروسيتيك هايبوكروميك انيميا. البلاستيك انيميا كوز نورموسيتيك نورموكروميك انيميا صح نتيجه البون مارو فيلير. بليدنج تايم از برولونجد ان بيربرا صح. Intrinsic mechanism of blood clotting is shorter in duration than extrinsic mechanism غلط longer in duration. Heparin is a clotting factor لا تأدي coagulant. Hemophilia A occurs due to deficiency clotting factor 8 صح. Blood group AB is a universal blood recipient صح ده بياخد من الكل وما بيديش لحد. Erythrocytosis fetalis occurs when RH positive female married RH positive male and RH negative baby حصل بينهم لا غلط. اما بتبقى ما بين مين ار اتش نيجاتيف مازر وار اتش بوزيتيف فازر والعيل اللي جاي من امي ار اتش بوزيتيف بيبي. طيب اكسيتشينج بلاد ترانسفيوجن از انديكيتد ان اثر بلاسوس في تالي صح. بلاد از ورمد بيفور بينج ترانسفيوزد صح. ماسيف بلاد ترانسفيوجن كوزز ايرن اوفرلود صح. اسئله الاختيار من متعدد اجابتها جوه المحاضره ذاكر المحاضره هتلاقي الكلام سهل قوي يعني ما يقول لي ايه الفانكشن اوف ار بي سي سهله الفاكتورز في الكلام كله مكتوب جوه المحاضره فمش محتاج ان انا اعيد وازيد فيه. وادي الانسر كي بتاع اسئله الاختيار من المتعدد اللي هي الام اس كيو. الحاله كده بقت واضحه واحد عنده 77 سنه عنده ليفر ديسيز. الليفر مهم جدا في تصنيع الار بي سيز. ليه؟ ده بيكون الجلوبين بارت بيطلع اريثروبويتين بيخزن لي ايرن وايه وفيتامين بي 12. يبقى بالتالي الليفر ديسيز هيؤدي الى نقص الار بي سيز فورميشن. اما يقل الار بي سيز فورميشن هيقل الار بي سيز كاو يعني يحصل حاجه اسمها انيميا. الانيميا من اعراضها يحصل بالور ايزي فاتيجابيليتي. ليه؟ لان الار بي سيز بتشيل اكسجين. طب هي قال لك يبقى الاكسجين اللي رايح للتيشو هيقل فيحصل هايبوكسيا فبالتالي الشخص يتعب من اقل ايه؟ مجهود. كده بقت الحاله ايه؟ واضحه. وادي الريفرنسز بتاعتنا
أرجو إن الأمور تكون واضحة. بالتوفيق إن شاء الله.